بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. لم يحسم الدوري بصورة رسمية، فالوحدة أجل الحسم عندما تغلب على الشارقة في المدينة الباسمة. العنابي تفوق وأبقى على الفارق على ما هو عليه، يؤجل كل شيء للأسبوع المقبل. جيم أوفر بدأ، أهلا بالجميع. يسعدنا مشاهدينا الكرام ان يكون معنا في الاستديو الدكتور سالم الحافي، رئيس مجلس اداره شركه بنياس لكره القدم، الفريق الذي عاد لدوري المحترفين من جديد. وخالد، اهلا وسهلا بك ومبروك صعود دوري المحترفين. الله يبارك في حياتكم. نعم. ايضا نرحب بنقاد جيم اوفر مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في كل جوله دائما تكون برنامج جيم اوفر. النقاد بدايه بكابتن يوسف حسين، اهلا فيك. كابتن رضا براوي، اهلا فيك. مرحبا اخوي سالم. ايضا ارحب بالكابتن رياض بوادي. كابتن ياسر سالم، اهلا وسهلا فيك. مرحبا مسعود، مساء الخير. مشاهدينا الكرام، بنياس اعلن وصوله لدوري الخليج العربي من جديد. الفريق السماوي تمكن من العوده لقواعده بثبات وشخصيه الفريق، فاهلا بفريق النار من جديد في دوري. هو السماوي يعود إلى مكانه المعهود، حيث نجح في الصعود بعد مجهود. وأي مجهود! بنياس بعد هبوط اضطراري إلى دوري الدرجة الأولى عاد قويا، قدم مستويات كبيرة، أداء مبهر، نتائج قوية. توجه أخيرا بالصعود إلى دوري الخليج العربي مرة أخرى. ليس هذه كل الحكاية، بل أن صعوده قد لا يكون مجرد صعود، فهو قريب أيضا من التتويج بطلا لدوري الدرجة الأولى. هو شيء ليس بغريب، فالفرقة السماوية رتبت صفوفها إداريا وفنيا إلى جانب اللاعبين لتنجح في خطف بطاقة التأهل المباشر إلى دور الأضواء والشهرة، والتي اعتاد على البقاء فيها لمواسم عدة لولا ما حصل في الموسم الماضي. إذن عادوا لمكانهم الطبيعي، لوضعهم، إلى حيث ما يفترض بهم أن يكونوا، فمبروك للسماوي.
ألف مبروك لفريق بنياس عودته لدوري المحترفين، نبارك لكل منتسبي هذا النادي العريق ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في دوري المحترفين. مرة أخرى نرحب بالدكتور سالم الحارث رئيس مجلس إدارة شركة نادي بنياس لكرة القدم، وخالد مرة أخرى نبارك لكم هذا الصعود وهذا المكان، هو كما شهدنا بنياس في الفترة الأخيرة وفي المواسم السابقة قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى هذا هو مكانه الطبيعي بداية. كيف كان الموسم عليكم؟ استطعتم أن تصلوا إلى دوري المحترفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للحضور والمشاركة معكم في هذه الاحتفالية الخاصة بصعود نادي بنياس وعودته لدوري المحترفين. موسم كان صعب بكل المقاييس، دوري الدرجة الأولى له خصوصيته وكل مباراة تعتبر تحدي، كل فريق يلعب بأسلوب مختلف، هناك الأسلوب الفني المختلف بين الفرق، الفرق على ملاعبها، نوعية الملاعب التي تلعب عليها في دوري الدرجة الأولى، الحماس والروح القتالية الموجودة في دوري الدرجة الأولى أكبر بكثير من الموجودة في دوري المحترفين حسب ما لاحظنا. كان تحدي، كل مباراة نهائي وكل فريق يدخل مباراة ضد بنياس بالذات لديه طموح ولديه رغبة في إثبات نفسه أمام فريق مرشح للصعود، فواجهنا تحديات كبيرة ولكن ولله الحمد بفضل جهود اللاعبين وأدائهم المتميز ومستواهم الفني المرتفع وجهود الجهاز الفني والجهاز الإداري المتابع للفريق ومجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة النادي والمتابعة هنا على المستويات إلى سمو رئيس النادي الذي تابع مباراة بمباراة. كل هذا الدعم وكل هذا الاستعدادات وكل هذه المعطيات خلقت لدى الفريق روح الفريق البطل من أول جولة في دوري الدرجة الأولى. طيب إذا احنا بنتكلم عن كنادي بنياس عندما يكون في فترة في دوري المحترفين عندما ينزل إلى دوري الهواة دوري الدرجة الأولى العقلية مختلفة، الفروقات كبيرة، أيضا بعض اللاعبين لازم نقولها يكون عنده يقول لك انا ما بلعب دوري الدرجه الاولى، فكانت هاي احد انواع التحديات، هل عانيتم من الشيء هذا؟ يعني هبوط في فكر اللاعب ما يعطيك العطاء الكبير، يقول لك انا قاعد انزل العب مع هؤلاء اللاعبين، حكم انكم تملكون خيره من اللاعبين المواطنين. لدينا فعلا نخبه من اللاعبين المتميزين، من التحديات فعلا كان اسلوب اللعب. اللاعب كان يعتمد على اسلوب الى حد ما يعتمد على السلاسة وعلى عدم الخشونة في دوري المحترفين، واجهوا لعب قتالي وخشونة شديدة في دوري الدرجة الأولى، فكان أرضيات مختلفة نسمع الإضاءة أيضا الإضاءة في بعض الملاعب ليست حسب ما تعودوا عليه اللاعبين لفترة 10 سنوات متواصلة في دوري المحترفين. كل هذه التحديات كانت أمام اللاعبين وأمام الجهاز الفني ولكن وجدنا لها حلول. أيضا من التحديات اللي واجهتنا عندما هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى حاولنا أن نحصل على بعض الانتدابات من بعض الأسماء الجيدة في الدولة. الإجابة الشائعة كانت اسمحوا لي ما بلعب في دوري الدرجة الأولى، يعني كنا نبندع اللاعبين اللي تبون تستقطبونهم. عانيتوا من لاعبينكم أنتم نفسكم؟ لاعبنا ولله الحمد كان لديهم روح الولاء وروح الأخلاص وحب النادي وتعاهدوا من أول يوم أن يعودون بالنادي لمصاف المحترفين. بخالد عفوا أقاطعك، يعني في مثل هذه الأمور إحنا لا نشكك في الولاء أبدا، لا نشكك في نفسيات اللاعبين وما بندخل في نفسياتهم، ولكن تعرف أنت في دوري محترفين الكل يبغى يلعب والكل يفكر في المنتخب والكل يبغى يكون محط أنظار الإعلام والمتابعين، يعني أبدا ما واجهكم ولا لاعب استاء يعني التواجد؟ يعني ما مر علي لاعب انه طلب ينتقل نادي اخر او يروح نادي اخر عاره او باي شكل. جميل. كل اللاعبين كان تصرفاتهم ايجابيه وفيها نوع من التضحيه لنادي بنياس. نعم. النقاد ايضا يقولون في الكثير بنياس لم يكن في مستواه المعروف، صحيح صعد احنا ابدا لا نعكر صفو. نعم. الصعود و
وضعكم انكم رجعتوا الى مكانكم الطبيعي، يعني ما نعكر ابدا صف الشيء هذا ولا نفسد هاي الاحتفاليه، ولكن قالوا ان بنياس ما كان هو بنياس اللي احنا نعرفه رغم فرق الشاسع بين بنياس وبقيه الانديه. لاحظ ان بنياس سبب هبوطه لدوري الدرجه الاولى هو تدهور المستوى لاسباب كثيره، يعني هجره بعض اللاعبين المواطنين المميزين العمود الفقري، عدم التوفيق في اختيارات اللاعبين المحترفين في الفترة الأخيرة، ونحن حتى عندما نزلنا لدوري الدرجة الأولى كانت أمامنا عقود ما قدرنا نتخلص منها اللاعبين المحترفين رغم عدم اقتناعنا باللاعبين المحترفين اللي كانوا أحد أسباب هبوط الفريق، اضطرينا نستمر معاهم، يعني أحدهم إلى نهاية الموسم وأحدهم اضطرنا في الشتاء ان نبدله وكان لها تكلفه كبيره. ففعلا اذا الفريق ما قدم المستويات المعهوده عنه قبل السنوات الاخيره اللي حصل فيها نوع من التدني للمستوى، فالفريق قدم مستوى في الموسم الحالي افضل من الموسم الماضي، يعني بدا الموسم يرتقي وبدا الفريق يرتقي الى مستوى اعلى. طموحنا أكبر من المستوى اللي قدمه الفريق في الموسم الماضي والموسم الحالي، طموحنا طبعا عند العودة لدوري المحترفين أن نقدم مستوى أكبر بكثير من اللي قدمناه ونعود للعصر الذهبي لنادي بنياس. طيب إذا بنرجع شوي لقبل الهبوط، بنياس 8 لاعبين في المنتخب، خيرة اللاعبين من المرحوم ذياب عوانة إلى عامر إلى وإلى 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 والبقية، أنت من وجهة نظرك الاستغناء منهم كان ليش؟ والله نحن ما نبغى نتعمق عدم الحفاظ عليهم، ما نبغى نتكلم في الماضي، ولكن الذي حصل أن كان خطأ عصر الاحتراف بلوقت. عصر الاحتراف سوق مفتوح ومبالغ خرافية عرضت على بعض اللاعبين، ما عندك خيار كنادي ان انت يا اما تعوض اللاعب مبلغ مساوي لما عرض عليه او قريب من ما عرض عليه او تترك اللاعب يذهب. فكان رغم ان ميزانيه بنياس قويه ايضا، يعني كانت قويه ولكن المبالغ اللي عرضت اكبر بكثير من ميزانيه بنياس، يعني اللي حصل استقطابات في فتره الطفره، يعني اتكلم عن قبل 3-4 سنوات كانت طفره في السوق وعرضت مبالغ خرافيه وانديه كانت تشتري اللاعب اللي تحتاجه واللي ما تحتاجه. صحيح. حتى كان بعض تكديس بالاحتياط. نعم. تكديس، يعني وبعض الانديه كان رؤيته اضعف كل المنافسين. وهذا خلق هزه في 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 في, 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 في اذا بنروح للمدرب، المدرب ان شاء الله مستمر معاكم دوري المحترفين. المدرب قدم اداء جيد في الموسم. ولكن القرار النهائي للجنة الفنية والمجلس إدارة الشركة عند نهاية الموسم، يعني ما نسبق الأحداث. يعني بعد أسبوع أنتوا فتحتوا باب التفاوض معه ولا باقي بعد أسبوعين تقعدوا معه؟ المدرب عقده سنتين. يعني مستمر. عقده مستمر معنا لنهاية الموسم القادم. كيف قدرتوا تقنعوه؟ يعني أن هل واجهتوا أيضا مشكلة أنه مثلا يدرب معاكم دوري الدرجة الأولى؟ هل كانت الخطة منذ توقيع معاه انه يكون معاكم سنه محترفين؟ المدرب دخل معانا كبرنامج متكامل، العوده لدوري المحترفين وبناء فريق. فكان ضمن العقد ان لا نكتفي فقط باللعب في دوري الدرجه الاولى والصعود، بل نبني فريق ونهيئ فريق للمشاركه في دوري المحترفين بشكل يليق باسم النادي وبشكل لا يهدد النادي بالهبوط مره اخرى ان شاء الله. هذا انزل انا قبل ما اخلي نقاد برنامج جيم اوفر، هم سعيدين طبعا ايضا بصعودكم، بباركولك شخص وايضا عندهم تساؤلات ودهم يسالونك لمصلحه النادي. سؤالي لك، الهدف اخر سؤال، الهدف من الدوري المحترفين اول موسم السنه الجايه البقاء منطقه الوسط ام المربع الذهبي؟ والله الطموحات عاليه، ولكن نحن ما نبغى يعني نجازف ونبالغ. البناء يحتاج زمن، البناء يحتاج تدرج، وفيه الكثير من المعطيات لابد ما نهيئها ونبني قاعده ونستقطب لاعبين ويعني نصعد لاعبين من المراحل. ربما نحن نتكلم على مدى 2 أو 3 سنوات قادمه،
نكون ان نكون ان شاء الله في المربع إن شاء الله. السنه الاولى نطمح ان نكون في المراكز فوق السابع او الثامن، يعني في المنطقه بين الثامن والسادس. نعم. كابتن رضا براوي، اذا ودك تشارك دكتور بوضع بنياس ومتابعتك لبنياس هذا الموسم وما المطلوب منه؟ طبعا اول مساعد نبارك ابو خالد وتشرفنا بحضوره ونورنا. ثانيا لجميع اعضاء اداره نادي بنياس وعلى راسهم صاحب السمو الشيخ سيف. بنياس مش غريب على الدوري المحترفين، يعني غاب السنه هذه، لكن اللي عجبني في شفافيه وصراحه ابو خالد وانه اعترف بالاخطاء، وهذه تحصل في جميع النوادي الاخطاء. اهم شيء في الاخطاء، وانا نحب ننبهه من الحين، ان حضرت مباريتين لبنياس الموسم هذا شفته. اللي شفت في بنياس المباريتين هذوما اليوم حسب ما شفت يبغى له كثير من التعزيزات اذا اراد مواطنين. تتكلم مواطنين واجانب، لانه ليش؟ بنياس كان يفرغ في لعيبه، كان يعتمد على الذات. صحيح. نعرف بنياس جات عندها لعيبه كانت عامر عبد الرحمن، يوسف جابر، سلطان الغافري. معناتها عامر عبد الرحمن اساسي في نادي العين يلعب، وسلطان الغافري اساسي في نادي الوحده، والله يرحمه ذياب عوانه وغيرهم وغيرهم، يسامحوني اللعيبه اللي واخذ ذياب عوانه في النصر. اذا الحين في الاحتراف لابد ان تعرف تختار اللاعب اللي هو باش يعطيك النتيجه. فيه لاعبين موجودين معاهم بنياس الحين مواطنين، لكن نطلب وهذه وجهه نظر ان يعزوا الفريق بلعيبه حسب الامكانيات نتاعه وحسب الرغبه نتاع اللاعب اللي باش يريد يلعب في بنياس، وخاصه اربع اجانب. وقت نقول اربع اجانب في الملعب، يعني اربع اجانب، اربع اجانب تقريب 60% قوه فريق. واللاعب الاجانب الاربعه نطلب من فضلكم يكونوا اضافه وأقوى من اللاعبين المواطنين، لأن الأربعة أجانب إذا يكونوا على مستوى راهو قادرين يساعدوا اللعيبة. كلام سليم جدا. تقول له أنت شو طموحاتك؟ حتى لو يجي المركز العاشر ولا المركز التاسع السنة الجاية بنياس، مهم جدا حاول أن يضمن البقاء، يضمن البقاء. وبعدين الكلمة بس ما ينافس على هبوط الجولات الأخيرة. أنا قلت لك يضمن البقاء بتعزيز الفريق بأربعة لعيبة على مستوى عالي أجانب، مع ما شاء الله عليه قال كلمة بعد سنتين ثلاث لابد أن نجهزوا فريق. لو الفريق لو مش تكون جالس ومن بكرة الصبح تقول أنا اليوم مش ننافس، لا، المنافسة والأمور هذه تتجهز لمدة سنتين إلى ثلاثة، تجهز فريق وتخلق كاريزما بتاع فريق منافس. بنياس ما يقدر ينافس على بطولة الدوري الموسم الجاي، خلينا واقعين، قد يكون ينافس على المركز التاسع المركز الثامن، ما يفكر باش يمشي بعيد. جهز فريق بعد سنتين ثلاث لكي تقدر تمشي لبعيد، ونتمنى لكم التوفيق. نعم. كابتن ياسر، في البداية أبارك لسيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، كان أكبر المتابعين وأكبر الداعمين للفريق حتى والفريق في الدرجة الأولى. الشيء اللي يحسب لإدارة نادي بنياس أنها قدرت تحافظ على معظم اللاعبين اللي كانوا متواجدين مع الفريق رغم الهبوط، وهذا يحسب للإدارة، لأن هذا اختصر لهم كثير من الأمور. يعني أن نزول بنياس مسألة وقت، صحيح الرتم يختلف، لكن كواليتي بنياس الموجود هو الأفضل في الفرق، ويجب أن المباراتين القادمتين أنه يفكر في المركز الأول، لأن حالات صعود بالمركز الأول. بخالد مبارك لك طبعا، بخالد بارك لك تحت الهواء. فبخالد ذكرت شيء جيد عيبني صراحة، الناس ما تفضل كابتن رضا، أن أنت على علم بأسباب الهبوط إدارية وفنية، وكانت واضحة، ويمكن كنا نتكلم فيها في نقطة جدا مهمة في ثلاث مواسم، نفس الأسباب تتكرر في كل موسم، وإحنا هني في مع كل مجلس إدارة في طاولة جيم أوفر كنا نتكلم فيها، يا جماعة بنياس انتبهوا، هذا مؤشر خطر، هذه علامة هبوط، هذه كذا، ما حد كان يعيرنا أي اهتمام، في النهاية هبط الفريق. اليوم أنت على علم بهذه الأسباب، فبالتالي الأمور أسهل لك، نفس ما تفضل كابتن رضا، الفريق أنت عندك يعني بنياس عنده أساس جيد. بنياس يعني انا حيد السنه اللي صعد فيها من الدرجه الاولى الى دوري المحترفين اخذ المركز الثاني. صحيح. 2010 2011 احرج الفرق. نعم. وكان بنياس من الفرق المحافظه على الاداء، على المتعه في اللعب. ليش؟ لان كان عندهم مدرب واقعي الكابتن لطفي البنزرتي مسي عليه بالخير، جهاز اداري صاحب خبره احمد العوضي، لاعبين
لاعبين كواليتي مواطنين من ابناء النادي واكاديميه النادي، بالاضافه الى اجانب صحيح. في احتياج الفريق ويخدمون الفريق. كان معهم سنغور ولا فوزي بشير يعني بشير. كان الاجانب يخدمون حتى سيستم الفريق في اللعب، فظهر بنياس بشكل مختلف صراحه. فاليوم انتم حققتوا الهدف، لكن القادم اصعب، لان اليوم رتم سنه كامله تلعب في الدرجه الاولى مختلف عن دوري المحترفين. فالشيء جيد اللي اتكلم فيه، الشيء الرساله اللي اتمناها لكم كاخوان وكاداره في نادي بنياس، ان لا تفتحون الباب لكل من هب ودب. يعني شاهدنا في شو؟ كثير من الاشخاص يبون يكونون اوصياء على النادي، على نادي بنياس، كل واحد يعطي قرار، كل واحد يعطي يجيب لاعبين ويودي لاعبين. لو تعمل احصائيه ابو خالد بتلقى نادي بنياس يمكن في ثلاث مواسم يمكن 16 لاعب اجنبي، 17 لاعب اجنبي، هذا يثقل الميزانيه بالاضافه الى الاستقرار الفني على صعيد المدربين. شوف انت كمدرب اعمل احصائيه، المفروض انتم اليوم شيء جيد انك نهايه الموسم بعدك اليوم كلام أكيد. ممتاز صراحه ابو خالد، احنا ما نبغى نمدحك فيك، لكن احنا هذا الكلام سمعناه اليوم. فانت التقييم الشامل في اخر موسم بعد ما ينتهي الموسم والصعود، تعمل تقييم لاخر ثلاث اربع مواسم، المشاكل الحين اليوم تعرفتها، لكن في بعض الامور احنا نوصل لك، لان احنا كنا متابعين وقراب نادي بنياس، بنياس يتميز على كثير من الانديه الاخرى انه ما عليه ضغوطات كثيره، انه في منطقه فيها كثافه سكانيه من المواطنين كثار، عندك جمهور يجب انك تستغله. بنياس صاحب اول بطوله كاس رئيس دوله من اماره ابو ظبي في موسم 92 صحيح. يعني عندك رصيد، في نقطه مهمه عفوا على المقاطعه، على طار الجمهور، يعني انا بس ابغاك انت تصدق هذا الموضوع، كثير من الحديث يقول توقف الدعم لرابطه المشجعين، ما مدى صحه هذا الكلام؟ يعني تعرف الدعم المادي بالنسبه للرابطه كما يحدث في بقيه الانديه، ما مدى صحه هذا الكلام دكتور؟ المشجعين النادي هم ناس تحب نادي النادي وتحضر لمباريات النادي بدون انتظار اي مقابل مادي. الانديه كل الانديه انت تشوف جماهيرها اليوم، اغلب الجماهير هم من الشباب صغار السن. يعني اذا شفت مباريات الديربي، مباريات الديربي عشرات الالاف كلهم من الشباب الصغار، هذا الجماهير. الروابط المستاجره انا ما اؤمن فيها، لانها لا تمثل النادي، انما تمثل قطاع خاص وتمثل عمل مقابل مادي. نعم. أنا وصل لك صوتهم. نحن رؤيتنا أن جماهير النادي هي اللي تشجع النادي، وجماهير النادي هي اللي تملأ مدرجات أبناء النادي. الحي أبناء النادي، أبناء الشعب النادي. نعم. أو مشجعين النادي. نعم. والجماهير متى ما قدم النادي مستويات جيدة المدرجات تمتلي بدون انت يعني تستدعيهم او الجماهير تبحث عن الاداء وعن المتعه وعن التحدي وعن المستوى العالي. الجماهير موجوده، ولكن هناك عزوف عندما يكون المستوى غير مشجع او عندما يكون وصلت النقطه. نقطه اخيره بس لا برجع لك بس لانك بتطريد نقطه مهمه. نقطه اخيره لان بنياس يهمنا صراحه، من الفرق يعني فرخت لاعبين وانتجت لاعبين. لعبت في ياسر تدريب لعبت ثلاث شهور اربع شهور. نقطه مهمه ابو خالد هي تدعيم الفريق، يعني في السنوات الماضيه شاهدنا هناك تدعيم من لاعبين مواطنين الفريق مش بحاجتهم، وهذا نفس ما تفضلت انت اثقل الميزانية الفريق من قبل العقود الطويله اربع سنين خمس سنين مع لاعبين انت مو محتاج لهم، انت عندك لاعبين جيدين. فبالتالي اليوم العين التحليليه او اللجنه الفنيه يجب انها تقوم بدورها على اتم وجه، ويجب ان اذا اخطات في هذا تحاسبها، لان اليوم تعاطنها مهمه مو كلها مهمه، يبحثون عن لاعبين للتدعيم، مو اي بس تعالوا ومن الليست اللي معي. لا، اليوم اللاعب اللي تجيبه لازم يصنع الفارق، لازم يكون افضل من اللعيب المواطنين الموجودين اللي معاك. فنتمنى لكم ان شاء الله تقدمون موسم جيد في السنوات القادمه، ومبروكين على التاهل، وان شاء الله ان يكون درس لكم. والشيء الجيد ابو خالد ما ذكرت انك حاط ايدك على الاسباب، اسباب هبوط الفريق، وهذا الشيء يعني بيختصر لك كثير من المسافات. طيب. كابتن يوسف حسين، يعني ضيفنا الكريم ابو خالد، ما ادري اذا بدايه بعد ما تهني، ما اذا عندك وجهه نظر ولا نقاط ودك توصل لي اياها. والله انا ما عندي، يعني ما بزيد على الاخوان، كفوا ووفوا، لكن طبعا يجب ان يعني نعطي بنياس حقه، ونهني كل منتسبي بنياس ابتداء من سمو الشيخ سيف بن زايد ورئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره واللاعبين وجماهير النادي. هذا جاء نادي عريق ونادي كبير، يعني بنياس لاسمه ولتاريخه، ونتمنى ان شاء الله الموسم القادم ان يثبت اقدامه في
دوري المحترفين، لأن هي أهم مرحلة أنا أعتقد الموسم القادم. صحيح. ما بسهل أنك تعود وتبقى. صحيح. هو ممكن مو بصعب أنك تعود، لكن الصعوبة في أنك تبقى وتوثق ريولك. وتوثق ريولك وبعدين تفكر في موضوع أنك تكون ضمن فرق النخبة. نعم. رياض ذوادي آخر المعلقين على نادي بنياس. أول شيء يعني نهني سمو الشيخ سيف على الصعود، ونهني جماهير ومنتسبين بنياس، ونهني أبو خالد دكتور سالم وإدارة النادي اللي عملت صراحة عمل جبار للعودة السريعة للنادي وحافظت على مكتسبات كثيرة، وهذا واحد من الأهم الأسباب اللي صعدت النادي. فيعني نهنيهم على هذا العمل المميز اللي قاموا فيه خلال هذا الموسم، وقدروا أن يعيدون العودة بسرعة، والدليل للطرح اللي طرحه أبو خالد والنقاط المهمة اللي هو وضع يعني حط يده، وبالأخص التركة الثقيلة اللي استلمها وتحدث فيها أبو خالد، العقود الطويلة المدى للاعبين الأجانب اللي أرهقت وترهق كل الأندية عندنا في الدولة، وواحدة من هذه. وأنت بح صوتك تتكلم. يعني أنا سعدني هذا الكلام، لأني أشوف رئيس نادي يتكلم عن العقود طويلة المدى والعقود الفلكية، ونحن هنا نعاني في الأرقام. تكلم هذه هي واحدة من الأسباب. أيضا يا أخوي ياسر تكلم عن الوصاية اللي في الخارج، فإذا اليوم النادي يعرف المشاكل اللي ودته إلى بعيد، وهو أعتقد حط اليد على الجرح. يعني لما يتكلم عن التركة أعتقد واحدة من أهم الأسباب اللي صراحة أبعدت نادي بنياس عن الدوري، فنتمنى أن لا تكون تركة أخرى من الأموال جاية، لأن اليوم مثل ما قال أصحاب الوصايا اللي كانوا خارج النادي هم اللي أثروا على مسيرة النادي في العام الماضي. هنيا لك بالرؤية الثاقبة اللي عاقت النادي عن التطوير بصراحة، ولما تكلمت عن التركة أنا أسعدني هذا الكلام. طيب. يعني لأنه واحدة من الأسباب المهمة، وإن شاء الله بالتوفيق، ونتمنى لأصحاب الوصايا بعد ما يعيدون مرة ثانية، ترى أنتوا اللي سقطتوا بنياس. شوف أنا بروح للتركة. والتركة خلنا شوية بعد نفضفض، لأن احنا عيازنا حنتكلم. والتركة الثقيلة قلت شوف التركة اليوم عنده حرص، لأن نتكلم عن التركة خلنا نكون واقعيين. ديزل رياضة شوي زين. اليوم هناك أندية ليس لديها حرص، وقال شو اسمه رئيس الهيئة محمد خلفان في دير بالك تركت الرضا كتب شيء في آخر تصريح، لا قال هناك أندية ليس لديها حرص على الأموال العامة، وإحنا في مرحلة مهمة جدا. بنياس هذا أول حاجة، بنياس فيه كفاءات لاعبين ولا آخر الكلام. إذا كان هذا اللي أنت طرحته هنا على الطاولة وتعرف الأسباب، فهذه هي أسقطت بنياس وتسقط أندية كثيرة. أتمنى أن تبغى تعلق على شيء بسرعة. كلمة واحدة. تفضل. لأن باسل باسل على مشكلة بتاع الوساطة. الوساطة الإدارة مسؤولة. إذا أنا مسؤول في نادي ويجيني أي واحد ويجيب لي أي لاعب فأنا مسؤول. الوسيط ما عنده ولا ذنب. بس ياسر ما يتكلم عن لا لا معناتها لا لا فكرة رياضة بشكل عام، يتكلم عن التأثير الخارجي. التأثير الخارجي على القرارات الإدارية. هني جايك أنا معاه رياض، لكن الغلطة مش بتاع الوسيط، أنت اللي فتحت لوضنك. ما نتكلم عن الوسيط. فهمت علي؟ لا قلت الوسطاء. أنت قلت الوسطاء. يوم نحتفل والله. تحتفلون. وطايحين انتقاد من أول. لا بالعكس. من انتقاد احنا؟ نتعقب. أنت لك بس أنا باك تعقب، وإحنا فرحانين قلت لك إحنا أبدا لا نعكر صفو هذا الإنجاز والرجوع إلى دوري المحترفين، وإحنا فرحانين فيكم والإخوان لولا محبتهم لنادي بنياس ما قالوا هذا. أي طبعا. يعني أنا نشوف مثلا إداري يفتح وضنه لأي إنسان خلاص. ويحن عينه لأي إنسان ويحكي معه. وصلت الرسالة. أنا أقول له ما نلوموش أول لوم كنت وصلت الرسالة وانت سمعت. يا ريت أنت دائما ما دكتور أنت روحك ذكرت، يعني أنا كنت هذا أحد الأشياء اللي كنت كاتبينها. روحك ذكرت أنت قلت ذكرته قبل أنا أقول لك إياه، المشاكل الإدارية اللي مرت
تعرف، ولكن الأهم كيف تتعامل معها. ويا ريت إذا بتعقب على هذا الكلام. أشكر الأخوة النقاد، ونحن نؤمن بالنقد البناء، وأن النقد هو أحد وسائل التطوير، السماع والاستقصاء ومعرفة أسباب المشاكل وتجنبها وعدم تكرارها أحد أساليب النجاح. اليوم العمل الإداري الجيد هو أحد أهم العوامل اللي تحقق النجاح والتفوق في المجال الرياضي. لدينا رؤية شاملة لتطوير المنظومة الرياضية من خلال عمل إداري واعي. تكلموا الأخوان عن تكديس اللاعبين وعن الاختيارات. عندنا رؤية، واللجنة الفنية مؤمنة بالاختيار النوعي وليس الكمي، بالإضافة إلى اختيار اللاعب الذي يكون إضافة للمنظومة. ربما يكون في لاعب متميز ولكن لديك لاعب متميز في نفس المركز، فأنت تبحث عن اللاعبين المتميزين في النقاط الضعف عندك لترتقي بمستوى الفريق بشكل عام. هذه نقطة مهمة. آلية العقود، العقود بالآليات القديمة غير محفزة للإبداع. العقد ثابت، اللاعب يستلم راتب سواء أدى أو ما أدى. نحن نحاول نبني اليوم عقود فيها جزئين، جزء ثواب وعقاب، راتب ثابت وحوافز. إذا كنت بدفع اللاعب مبلغ معين ما بدفع له المبلغ كامل، بدفع له 50% وال50 الأخرى نسبة مشاركاته، نسبة أدائه، نسبة إثبات نفسه في الملعب. يظل اللاعب في دوامة من الحرص ومن الحماس للارتقاء بمستوى ولإثبات نفسه في الميدان. الموضوع الآخر اللي هو موضوع معالجة التراكمات والعمل بروح الفريق. يعني نحن نحاول اليوم عدم الاستفراد بالرأي ونسمع من ذوي الاختصاص، ولدينا لجان متخصصة. نعم، فاللجنة الفنية واللجان الأخرى، لدينا لجان انضباط ولجان إدارية لتطوير العمل الإداري والعمل الفني. اللجان تعمل، ولا بد أن تسمع للجان، ولا بد أن مجلس الإدارة يتشاور ويكون العمل جماعي، وهذا أحد أسباب النجاح اللي نؤمن أنها إن شاء الله بتكون إضافة وارتقاء بالنادي. دكتور، يا ريت لو تكلمني أيضا عن النادي، مو دائما هو نادي للعب كرة القدم يعني، أو لتفريخ اللاعبين وأنك تلعب في الدوري، ولو دور اجتماعي، دور ثقافي. يا ريت تحدثني عن هذا الدور في ناديكم لأن سمعنا عنه. أشكرك على إثارة النقطة هذه. نادي بنياس وبقيادة سمو الشيخ سيف لديه جزء من استراتيجيته أن يؤمن سمو الشيخ ومجلس إدارة النادي بأن النادي هو كيان لبناء الإنسان ولخدمة المجتمع، وليس كرة قدم وفوز وخسارة. لدينا متابعة ولدينا توجيهات عليا من سمو الشيخ سيف ومن رئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور أحمد الرئيسي بالاهتمام بالجانب الثقافي. لدينا مبادرات كبيرة في نادي بنياس وعمل ثقافي كبير. الموسم هذا لدينا 10 مبادرات ثقافية اجتماعية. جميل. نفذنا عدد مبادرات، نفذنا دوري ثقافي لمدارس المنطقة. حلو. عندنا يوم 25 المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم بمشاركة 20 مركز من مراكز ذوي الهمم، يستضيفهم نادي بنياس وبطولة لأبنائنا ذوي الهمم. لدينا مبادرات للتواصل مع المراكز المختلف في إمارات الدولة، في كل نحن دعوتنا سوف تكون شاملة. نعم. شاملة، نعم، كل الراغبين. والمهرجان إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي. ولدينا مبادرات أخرى للرعاية التربوية لأبنائنا لاعبين نادي. ربما نحن من الأندية القليلة التي لديها قسم للنشاط التربوي والثقافي والاجتماعي في نادي بنياس. نتابع أبناءنا اللاعبين، نبني اللاعب ثقافيا وأخلاقيا وسلوكيا قبل بنائه رياضيا. لأن اللاعب عندما يتخرج من نادي بنياس يصبح عنصر فاعل في المجتمع، ولا نحب أن نقدم شخص لا يخدم وطنه ولا يخدم بلده بالشكل المناسب. دكتور سالم الحارثي، أنا أشكرك جزيل الشكر ونبارك لكم ألف ألف مبروك صعودكم إلى دوري المحترفين، وفي انتظار
مشاهدكم في السنة القادمة، ونتمنى لكم كل التوفيق وترسمون أهدافكم وتنجحون فيها، ونسعد بلقائك إن شاء الله في المواسم القادمة وبأهدافكم إن شاء الله اللي راسمينها إن شاء الله. ختاما أود أن أعيد التهنئة لسمو رئيس النادي على دعمه وعلى متابعته المستمرة للوصول لهذا الإنجاز، وعلى وأيضا نرفع التهنئة لنائبيه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ عمر بن زايد آل نهيان على رعايتهم ودعمهم، ولمجلس إدارة النادي ولمحبي نادي بنياس، ونقدم جزيل الشكر والتقدير والامتنان للاعبي الفريق الذين ضحوا وقدموا مستوى متميز وكان سبب هذا الإنجاز. شكرا لك دكتور سالم الحارث رئيس مجلس إدارة شركة نادي بنياس لكرة القدم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، برنامج جيم أوفر متواصل لكن بعد هذا الفاصل. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. من 500 رحلة كل يوم، طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي. سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة. رحلة المعرفة تبدأ بقلب الصفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وتروي ظمأ شغفك بالحضارات، تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب، تحلق بك إلى الأعلى لتسبر الفضاء وترى المستقبل، تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات، وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً في الأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية. النهائي المنتظر لبطولة كرة القدم الأقدم في تاريخ إسبانيا. برشلونة الفائز في المواسم الثلاثة الماضية، وإشبيليا وصيف 2016 يتنافسان للفوز بالكأس الملكي وإحدى أهم البطولات في كرة القدم الإسبانية. نهائي كأس ملك إسبانيا، برشلونة وإشبيليا في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. الجوجيتسو. Jiu-jitsu was my life. رياضة الأقوياء. كنت entrenando porque gostava de verdade. You gotta be the main one. منذ البداية. I started jiu-jitsu when I was 3 years old. ومنبع الشغف. And they have passion for jiu-jitsu. حتى النهاية. And I want people to like know who I am even when I stopped to compete. الكفاح والطموح. I train really hard. I start training a lot. I do like 5 trainings a day. وروح المنافسة. I always like to compete a lot. أبو ظبي عاصمة الجوجيتسو في العالم، تستكمل دورها في دعم تلك الرياضة من أجل زيادة انتشارها عالميا ودعم حلم الاعتماد الأولمبي. The most powerful jiu-jitsu place would be Abu Dhabi. وتقدم من إنتاج أبو ظبي الرياضية مجموعة من الوثائقيات عن أكبر أكاديميات اللعبة في العالم وأشهر الأبطال. You can try your best in Scotian Jiu-Jitsu. وذكرياتهم التي لا تنسى. I got double gold again.
وثائقية الجوجيتسو على قنوات أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. جدد بكم التحية مشاهدينا الكرام. قبل الخوض في تفاصيل مباريات اليوم، ثلاثة مباريات شاهدناها على الهواء مباشرة وشفنا النتائج مشاهدينا الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. طبعا بناء على طلب جمع العبدولي مدير فريق نادي دبا اليوم، طبعا هي مشكلة بالأمس كانت عندما الطقم الخاص بنادي دبا اللي كان لابس السماوي والشورت السماوي واللاغات السماوية وأيضا تغيير كل هذا بناء على طلب لجنة، بناء على طلب الحكم. يعني هو قال في المقابلة ان احنا لجنة دوري المحترفين وافقوا على اللبس السماوي، ولكن ساعة 4:10 الحكم قال ما في مشكلة تخوضون المنافسة وتلعبون 90 دقيقة باللبس السماوي. قبل 40 وهم يسخنون قالهم لا، لازم تغيرون ثيابكم، مش بس التيشيرت، غيرون الطقم كامل، لأن ما نقدر نميز الأوفسايد، ودائما ما عيونه تكون على الأرجل وانتو بكرامة. يعني أحد التكنيك اللي يعتمدون عليه الحكام لكشف التسلل هو يكون أسهلهم من وجهة نظر الحكم. اليوم في دوري الرديف فريق العين وأيضا واجه فريق دبا بالطقم السماوي كما تتابعون مشاهدينا الكرام. الحديث يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي إن كيف يعني المدرب يقدر يميز وهناك ما قدر يميز الحكم. عفوا لك تعليق على حديث تعليق. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن اليوم هو يستقبل لا عفوا احنا بيكون جمال عبدولي معنا على الهواء مباشره. عطني تعليق بسرعه يعني، لان اليوم المباراه كانت في الفجيره اعتقد صحيح. لان الفريق هو اللي يقبل، من حقه يلعب بال طيب ليش السماوي. ما طيب ليش ما طلب من العين يغير؟ صحيح، برافو عليك، هذا هو السؤال. طيب اوكي، لان اليوم من حقه يلعب بالسماوي، لعب بالاساس اذا المباراه في الفجيره ما يخص، ما يخص الموضوع هذا. لا بس لا معناته هو بس لحظه، محددين الالوان مسبقا ما يخص على الملعب ولا طيب ما تحدد. جمال عبدولي معانا، جمال عبدولي معانا بيوضح لك كل شيء. شو هذا؟ لحظة شوية بشوية ساعة سمحني، خلوا الريال الحين واتصل يوضح. بس لحظة أنا عندي معك كلام، بعد عندي كلام معي بترد عليه، بترد عليه. يمكن جمال عبدولي يوضح لك النقطة. أوكي أوكي أوكي. طبعا مش عاجبه الكلام، مش مسألتي أنا، قول عجبني يا نقطتك. يقول لك لا، شو يقول لك لا؟ لا العين ما يغير، هذا ايش قلت لي؟ لا لا أنا ما طلبت العين. أنا شو؟ أنا قلت الألوان محددة سلفا. ليش اليوم هؤلاء نفس اللون؟ اسأل هو بنفسجي و... اسأل الحين الحين العبدولي متصل اساله ولا ما اساله؟ اي طبعا يوضح النقطة. راح في لا انا ايش قلت؟ قلت لانه سمعوا الريال ازاي فريق الفجيره اليوم هو اللي يستقبل. طيب. من حقه يلعب بالسماوي. طيب. بس على ملعب نرحب بمدير فريق نادي دبا الفجيره جمعه العبدولي. اهلا وسهلا فيك كابتن. مسا عليك استاذ مسعود، مسا على كباتن وياك كابتن رياض وكابتن راضي وكابتن يوسف حسين وكابتن ياسر سالم، حياك الله. طيب الله، المباراه اليوم وين كانت؟ اليوم المباراه كانت في دبا، ملعب دبا الجيره. طيب انت طلبت هذا، طلبت المداخله والتعليق على هذا الموضوع والتعليق على هذه الصوره، لك لك المايك ولك الحديث. اول شيء طبعا بغيت اوضح على اساس اول للناس انه يفهمون كلامي صح. يعني انا المباراه اللي طابت اللي هي البارحه الإيضاح اللي كان معانا احنا والإقرار، انا والله كنت فضلت ممكن كنت ما العب المباراه، وانا عندي إقرار رسمي من لجنه المحترفين اني البس سماوي. طيب لكن انا ما عندي مشكله اغير، بس التغيير لما يجيني الحكم ويدخل غرفه الملابس ويشيك على الملابس وهو اللي يعتمد يقول لي لا اللون مشابه، الحكم قرر انه يختلف اللون، اوكي ما في عندي مشكله، بنزل لون احتياط وبلعب باللون احتياط ما في مشكله. لكن انا
لعيبتي تنزل الملعب وبالتسخين ولابسين الزي السماوي والكباتن لعيبة كرة عندك موجودين لما أنت تلبس لبسك كامل اللهم أنك تلبس الفارين اللي هي للتسخين لونها ممكن مختلف تدخل الملعب لا اللهم أنك تغسل ملابسك وتسمع الآخر التعليمات من المدرب وتدخل الملعب يجيك الحكم يقول لك لا والله الزي هذا ما ينفع لازم تغيره قبل 40 دقيقة قلت لي هاي ال 40 دقيقة طبعا أنت تعرف صحيح كلها في التسخين البارحة كابتن رياض يقول لا هذا ما له شغل باحتراف أنا من سنتين أو ثلاث سنوات يمكننا في الدرجة الأولى الشعب لعب في ملعبنا وهو طبعا مع راس الخيمة كان عنده صيانة ولعب في ملعبنا على أساسهم المستضيفين الشعب كان ضيف طيب لونهم الأحمر مع اللون الأحمر ما وافق الحكم أنهم يلعب راس الخيمة بالأساسي الشعب لازم يغير لونه ما كان عنده لون احنا أعطيناهم فوانين من عندنا فوانين سماوية وبشعار سماوي اليوم مستحيل لا في الدرجة الأولى ولا في المحترفين قبل هذا الشيء أنك تلعب في شعار نادي ثاني وبلون فريق نادي ثاني لكن قبل ثلاث سنوات كان مقبولة بس الفترة هاي مستحيل هذا احنا نقول احتراف طيب والإقرار جاي من لجنة المحترفين إذا أنت كلجنة محترفين ما قادر تميز ألوان اترك هذا الموضوع لجنة الحكام يا أخي يا معلم أنا بقول شيء واحد أنا بس أنا دائما لازم أسأل هذا السؤال أنت سمعت كلام رياض أنت سمعته ولا نقلوا لك الكلام عفوا بالسؤال أنا سمعته طيب جميل حلوة خطوة بخطوة أنا بقول لك رياض بخلي يرد الحين وبخليك تتناقش معه وإن شاء الله توصلون متفاهمين آخر شيء بنهاية المكالمة لا بالعكس والله كابتن رياض أخو عزيز أنا عارف ما في أي مشكلة بينكم بالعكس اختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية أنا أسألك سؤال واحد الحين أسألك سؤال واحد أنا اللي قلناه وكابتن رياض قال أمس أنا ما دافع عنه ترى من حقه يدافع عن نفسه هو قال أمس انت تكلمت عن كيف احتراف لجنه دوري المحترفين لجنه دوري المحترفين وافقوا على الطقم السماوي لكم قالوا حياكم الله تعالوا عندنا ولكن الحكم سلطه عليا هو يقدر يغير فما له دخل لجنه دوري المحترفين في الموضوع مش هذا تعليقك امس لا انا انت لا بعد انا تقول لي لا انت قلت الكلام انا وين القرار جاي والله العظيم انت قلت الكلام امس استاذ مسعود عزيزي تفضل موسى عباس بعد نفس الشيء الحين لجنة الحكام ولجنة المحترفين ما تشتغل كلهم تحت مظلة اتحاد الكرة؟ صحيح. صحيح ولا؟ صحيح. اوكي ما عليه، الحين لجنة المحترفين بعثت الاخطار هي اللي تحدد لك مش احنا نحدد. هذا قبل انت تروح سلمك الله النادي انت ضيف تشيل وياك الطقمين. اذا كان في لون متشابه ممكن صاحب الملعب يقول لك لا اليوم انا بلعب هاللون. ممكن الفريق الثاني ما يلعب اللون الثاني. يتوهق وصارت كثير هذه الاشياء. ممكن تذكروا أنتم نفسكم مباراة الجزيرة والعين صحيح في 95 لعبنا مع حتى نفس الشيء صار رأس الخيمة مع الشعب لا بس انا ارجع لا انا بلعب بالزي اللي انا بس انا ارجع واقول لك انا على فكره مقتنع في كلامك كابتن ولكن نعم. ايضا لجنه الدوري المحترفين ما نقدر نلومها اذا الحكم طلب الموضوع هذا والقرار عنده في الاخير ومن الاساس يا استاذ العزيز ليش ما خلوا هذا القرار لجنه الحكام اذا لجنه الترفيه ما عرفت حد انا على فكره انا على فكره اليوم تناقشت مع احد الاخوان الامر لازم يتدارك بطريقه افضل يعني كان لازم على الاقل قبل بيوم لجنه دوري المحترفين يخاطبون لجنه الحكام عن طريق الايميل استاذ مسعود وهم يعطونك الكونفرميشن قبل بيوم في الجريده انت ما قريت في الجريده انه الحكم الرابع انقذ كارثه من مباراه العين ودبا نعم الحكم الرابع انقذ كارثه هو الحكم الرابع اللي جاي مشيك على الملابس وموقعين الورقه انا وياه موقعين صحيح هم يمع يوك 4 و10 قالوا لك كل شيء اوكي؟ ايه كل شيء اوكي الحكم قال لك اكيد قال لي اوكي وبعدين توقع ورقه ان كل شيء التشيك اوكي والملابس كلها اوكي استاذ مسعود حبيبي تشيك لك حتى على الاسامي على الاسماء صادق على اشعار البطوله على الرقم طيب مباراة اليوم شو صار فيها؟ خلاص ومباراة اليوم شو صار فيها؟ مباراة اليوم المفروض الحكم يقول لا يا جماعة غير بنفسجي ما مناسب ويا السماوي على اللي صار أمس فريق العين غيروا فوانيلكم للون الاحتياط يوم سألنا الحكم قال لا والله أنا أبين أشوف أن هذا السماوي هو بنفسجي ما عندي أي مشكلة جميل يعني هذا يميز وهذاك الحكم الباقي معناته قرار حكم شوف أنت روحك قلت معناته قرار حكم انا من ليش التناقض بين الحكام يعني ليش هذا يتميز وهذا ما يميز صحيح طيب وبعدين انا اقول لك القرار من لاين مان مش من الحكم الساحه يعني كان مصر اللاين مان اللي هو كان مصر انه يتغير واضح طيب كابتن يوسف بس انا قبل الداخل لا بعد قبل هذا الشيء انا اقول لك لو بنفس الوقت انا ما عندي اي مشكله قرار الحكم بغير لكن بعد ما يكون فريق في الملعب وهو يسخن
وانت تعرف نفسيات اللاعبين وتركيز اللاعبين على فكره من غرفه كلهم ايدوا الكلام هذا كلهم ايدوا الكلام هذا ان خلال 40 دقيقه دخل اللاعبين يغيرون كل الطقم بالكامل خطا كبير لانهم لاعبين كره ومدربين كره اللي موجودين نعم صحيح كلهم على فكره في صفك كانوا كلهم كابتن يوسف بس انا اشاهدك على شيء واحد الكلام اللي انا قلته على الهواء عن رياض مو هو الكلام اللي قاله بالامس كل اللي تقوله عن رياض صح لا 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 صدق صدق مو قال الكلام ويغلطني بعد لا ما يهون علي كابتن رياض تفضل كابتن يوسف وبخليك تعلق رياض لا انا بتكلم شوف الكابتن يمعه الحق معاه 100% في في وكلكم في الكلام اللي يقوله لكن انا قناعتي ان دائما في هالامور يفترض ان حكم المباراه هو صاحب القرار النهائي لكن مثل ما قلت كان يجب في 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 الحالة الأولى يوم دخل غرفة الملابس يقرر أما يلعب بالطقم المعتمد صحيح أو التغيير أما في حالة اليوم الحكم قرر غير القرار مختلف عن القرار اللي قرره حكم مباراة العين ودبا أمس فأنا أعتقد هذا موضوع تقديري يعني حكم ممكن يرى الموضوع من زاوية وحسب رؤيته وحسب قدراته حسب الستاف اللي معاه والحكم الآخر يرى شيء ثاني فأنا أعتقد هذه أمور تقديرية لكن الأمور الغير تقديرية أنك يجب ابتداء تحدد الألوان أساس كل فريق يكون على بينة وما فريق لاعب بيدخل يلعب المباراة وتقول له رد والله غير ملابس هذا يعني أنا أتحفظ كابتن يوسف لو أنا ما كان عندي الطقم الأبيض بس انت لازم تجيب الطقم الابيض لا بس انت خبره انا عندي ورقه رسميه عندي ورقه رسميه مبعوثه من من وهذا اللي سالته امس سالتك امس ولجنه المحترفين بعت لي شيء رسمي صحيح انا ممكن اقول لك يا اخي انا ما عندي اللون الابيض انا هذا اللون الموجود على اساس انا يعني زين انك ما زين انك ما عانيت ترى بيعتبرون انسحاب طيب كابتن رياض انت امس ليش تقول عن جمال عبدولي انه يقول اي احتراف وانت ما عجب كلام جمال عبدولي وقال اي احتراف انتقد لجنه دوري المحترفين انا اي واحد يطلع يعني يتكلم عن الاحتراف بتقليل شان عمليه الاحتراف سواء كان انا ارى كثير من يربط موقف اللي صار امس موقف والتعليق انا انتقدت التعليق ولم انتقد الموقف في فارق بين التعليق يعني الحق معه انا كان اوضح لك لا الحق ما رد عليه لاني ما عندي وقت الموقف انا ما علقت عليه ولا ادري لاني انا مش مختص ولا اقدر اقول يعني ما عجبني انت لا لا انا ما لا لا انا الموقف شو اللي صار مش مع الموقف لا لازم انت مناقد اللي ما صار صح ولا خطا مش الموقف في الاجراء انا اتكلم عن التعليق طيب. في الاحتراف التعليق انا زين كابتن خلني اكمل لك ما كمل السنه الماضيه لما صار خطا في اللاعب ياسين بخيت لما كان الشيرت رقم والشورت رقم ثاني ما صار الكلام حطونا وانتم ما بقد الاحتراف وانتم ما تعرفوا تديروا ما يربط الاحتراف ليش احنا يطلع اعلاميين يطلع اداريين يربطون الاحتراف بموقف هذا موقف خاص لا مونا احنا اللي يعني هذا خطا انا لما امس تكلمت عنك انا لا اربط منظومه الاحتراف بموقف حدث ممكن في جانب صحيح وجانب خطا احنا هني كرياضيين يجب ان نعتز بمنظومه الاحتراف ليس انت على عيني وراسي نعم انا واحنا ممكن ممكن ايوه لا ممكن تقول لي من سنتين ثلاث سنوات انا اقول لك تقدر تلعب باي زي ثاني باي شعار ثاني وصارت عندنا لعب نادي الشعب قوانيننا اليوم اي الدرجه الاولى ما يقدروا يلعبوها هاي لانه مستحيل انا محترف خلاص انت رسالتك انا ما عندي مشكله على الموقف رياض خلاص كمل عاد انت وجهه نظرك ويا عارف وجهه نظرك انت تعليقك على الحديث اللي هو قاله لا نربط الاحتراف مو هو بس يقول هذا في صلب العمليه الاحتراف زين النظام في صلب العملية الاحترافية يعني هذه أمور تنظيمية يجب خطأ اللي مسؤول عنه يسمونه خطأ إجرائي وأنت رئيس مسابقة لا كيف لا 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 أنت خطأ إجرائي هذا اللي حدث أمس خطأ إجرائي لا تربط حتى أنت ربطك خطأ ما علي أنا غلطان ما علي بس أنت هدي أعصابك لأن إجراء أمس هدي أعصابك كيف تقول نظام هذا إجراء هدي أعصابك أقول لك هدي أعصابك أمس مو إجراء أمس خطا اجرائي يسمونه انت توافق على السماوي عقب الحكم يغير ويكفي ويكفي دوري الرديف الحكم ما يغير هذه عمليه تنظيميه
هذه عمليه تنظيميه. اصبر اصبر يا اخي اصبر خليني اكمل الحين في المشطط وحالتك حاله ونحرج على خليكم تتكلمون. جمع العبدولي انا اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله ونتمنى لكم كل التوفيق. تغيير الفاني لكان سبب خسارتكم بالاربعه؟ لا بالعكس العين يستحق الفوز والعين افضل منه طيب. بمراحل سواء احنا فينا او كان فينا. نعم موفقين ان شاء الله موفقين في كاس رئيس الدوله. الله يسلمك حبيبي موفقين يا كابتن. رد في 30 ثانيه. لا لا انا والله ما يعني هالموضوع انا ما اعتبره موضوع مهم كثير طيب. لكن يجب ان نقول العمليه الاحترافيه ترى يعني في امور تنظيميه وفي امور اداريه. الامور الاداريه افرض نادي ذبا ياهم اخطار رسمي اخطار رسمي من لجنه دوري المحترفين ان اللون الرسمي اللي بتلعبون فيه مباراه العين مو بالاساسي الرسمي هو الاساسي ترى اللي يلعب الرسمي هو اللون هذا السماوي وانا جبت اللون اللي حددوه حسب لجنة دور المحترفين ما جبت لون ما جبت فانيله ثانيه وجيت المباراه اقول له ما عندي غير الفانيله هذه منو المسؤول مو بلازم يتيم معك احتياط لا. ايضا شرطه احتياط طيب نفس اللون جيبوا سماوي الاحتياط سماوي مش ابيض ما دام انا خلاص حددت لي انت اللون الاغلب هذا عمل هني عمل تنظيمي عمل اداري انا ما بقول تردون على بعض لا انا ما ارد عليه بس انا اقول وجهه نظري انا 30 ثانيه علق انا بالنسبه لي هذا خطا اجرائي وقد يحدث في اي في 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 امور كثيره وتعامل مع الموقف ليس مرتبط بمنظومه احترافيه وننتقد منظومه الاحترافيه وهو انا حبيت اعلق على كثير من الناس مش في هذه في التعليق يربطون منظومة الاحتراف اللي بالموقف اعتقد هناك منظومة على مستوى عالي ما حد قال مو بعالي لا انا ما حد قال انا اتكلم لا لا يعني ما لا ما اقول لك بس يعني لا لا انا اتكلم كثير نقول بالعكس في عمل احترافي لا لا مش في عمل منظم لا لا لكن في اخطاء لا بسرعه بسرعه لازم اروح فاصل هل الحكم السلطة انه يغير بس اذا الحكم السلطة تغير الموضوع خلاص يلا جميل جميل مشاهدينا الكرام الوحدة لم يستسلم بعد واصل التحدي تجاوز الشارقة في عقر داره وأبقى الفارق مع العين على ما هو عليه 4 نقاط مع تبقي جولتين عن النهاية أما الشارقة فقد تعثر أمام صلابة أصحاب السعادة استفاضة جميلة جدا للشارقة مدرب اللي غير في ملامح الشارقة في أدائه يرجع الشارقة تاني يا سلام عمر جمعة لعيب يا ولد عمر جمعة جميل هدف أول عالمي هدف أول عالمي أي عرضية يا ولد أي عرضية من عمر جمعة يا سلام يا سلام يا سلام هدف أول جميل جميل علي الفرحاني علي علي تمشي كرة تاني واحدة جميلة يا سلام تعادل هوبا تجالي فرصة تعادل يا ولد تجالي واحد ضد واحد خطيرة خطيرة السيتويشن ده خطيرة خطيرة لما الكورة تسعى الكورة لما الكورة تسعى الكورة ركلة جزاء بقول لك خطير السيتويشن بتاع واحد ضد واحد ويلتون والشمسي الشمسي ويلتون جول جول تاني لصالح نادي الشارقة يتقدم الشارقة الآن عن طريق ويلتون سواريز هدى علي والنمر محطة ممتازة جدا في سيزون ممتاز بالنسبة للمدربين المواطنين عبد العزيز العنباري المنقذ بالنسبة لنادي الشارقة كرة تانية على طول خطيرة التعادل يا الله على الحظ ممتازة ممتازة بدأ يركز أكثر يا سلام على التمريرة الجميلة هوبا العرضية بعيدة يا سلام عليك التجالي يا عظيم التجالي يا عظيم قال هداف خلاص الله على تجالي ده ولد جميل هاتريك يا ولد بعد المباراة مشاهدينا الكرام مباشرة في المنطقة المختلطة والميكس وأنا الزميل منذر المزكي أجرى هذا اللقاء السريع مع الكابتن عبد الباسط المتابع وما زال الدوري مستمر والمباريات المتبقية مباريات راح تكون والعين يحتاج لنقطة فقط يعني شو نقدر نقول عن ما تبقى من عمر الدوري
الحمد لله على الفوز. اول شيء بارك لي على الفوز مباراه اليوم، الحمد لله على الفوز. ما زالت المطارده مستمره، ايضا قدامنا جولتين وبنسعى ان شاء الله ان نفوز فيهم مثل ما ذكرت لك قبل المباراه، ثلاث مباريات نحاول نفوز فيهم ونشوف شو يصير في الدوري. اذا العين فاز وحصل نقطه ولا فاز المباراه الجايه، اول ناس نحن بنهنيه وبنبارك له، وما راح نوقف عند هالشيء، راح نستمر لان ما زال قدامنا كاس رئيس الدوله، ولكن ما بنستبق الاحداث، ما زالت في مباراتين في الدوري، ما اعتقد انهم سهلات لا لنا ولا للعين، ولكن الاهم ان نحن نفوز. ما في فايده اذا فزنا اذا العين تعثر واحنا نفوز واحنا نخسر. فاتمنى ان نحن نتم مركزين على مبارياتنا ونعديهم ونشوف شو يصير. يهم اللاعب كثير عمليه الاستقرار وتوقيع العقود والاستمرار، لان انت عندك اتصور استحقاقين، فلما اللاعب يلعبهم وهو موقع عقده ومرتاح، غير ان لما يكون بعد النادي ما اعلن استمراريه مثلا التوقيع مع بعض اللاعبين، يزعجكم الحديث في هذا السياق؟ يزعجنا من ناحيه واحده، ان قليل جدا الحديث عن لاعبين الانديه الثانيه اللي منتهي عقودهم. ان احنا كل لقاء في تلفزيون ولا في بعد كل مباراه نسال نفس الاسئله. اول شيء اللعيبه سواء في نادي الوحده ولا الانديه الثانيه. لحظه بس قبل لا تكمل وتاخذني، منو اللي قال لك ان نحن ما نتحدث عن، انا اتحدث عن كل اللعيبه. امس سال نفس السؤال حق الاهلي. شوف شوي الوحداوي يتحسسون. مش مساله تحسس، في النهايه اللاعب ما زال ما انتهى عقده، صحيح دخلت 6 شهور لكن ما زال مستمر عقده لنهايه الموسم. في امور داخليه لما النادي يجلس ويا اللاعب ولا يتناقش في امور تعاقديه مو بلازم يعلن عنها، ان احنا جالسين نتناقش ويا اللعيبه في العقود ولا جالسين نتكلم معاهم. انا مثل ما ذكرت يوم كنت لاعب، انا اتذكر اني التقيت فيك مره من المرات وسالتك عن هذا الموضوع عادي كنت. هذا الحين اتذكر يوم انا اتذكر. شوف منذر، اللاعب اكيد اذا وقع وجدد اكيد بيعطي راحه نفسيه ولا شو اسمه، ولكن انا اقول لك اياها، في امور كثيره تصير في الانديه. انت انا بجاوبك عن الانديه ليش ما جددت ويا اغلب لعيبتها، مع ان في نهايه الموسم هي 7-8 لعيبه من لعيبه المنتخب الاول ما جددوا، مش بس لعيبه نادي الوحده، لان الانديه طبيعي. هذا بقول لك ليش، لان الانديه مش عارفه ميزانياتها السنه الجايه، هذا اول شيء. ما اقرت الميزانيات للسنه الجايه بالنسبه لكم ممكن تعطي اللاعب او كم البجت اللي تدير فيه المنظومه. ثاني شيء اللعيبه، أنا مثل ما ذكرت قبل أن في جلسة بين المدرب وبين الإدارة خلال الفترة الجاية، وراح تحدد احتياجات الفريق واستمراريات بعض اللعيبة. وسعادة أحمد رميثي صرح أن نحن ما راح نتنازل عن أي لاعب، ونكن لكل اللعيبة احترام والتقدير، وراح نجلس وياهم كلهم ونقدم لهم عروض ونشوف نهاية الموسم نتفق مع من ومنو اللي مستمر. فهذا حال كل الأندية اليوم، مش بس نادي الوحدة، كل الأندية تنتظر ميزانياتها وتنتظر نهاية الموسم. ولكن الحين أعتقد أن يعطيهم العافية اللعيبة في كل الأندية مركزين على كيف إنهاء الموسم بالطريقة الصحيحة بإحراز البطولات. ولكل حادث يعني قرب ترى نهاية الموسم، وايد مستعيلين أنتوا، لكن قرب. نحن مو مستعيلين، هذا نحن في الاحتراف، وهذا انا اشوفه وايد سؤال عادي. لا سؤال عادي، ولكن هذا حال كل الانديه. انا اقول لك اياها ان في كل نادي بتلقى من 5 ل 6 لاعبين منتهي عقودهم ما جددوا. بعدين معلوماتكم ترى غلط، نحن يمكن باقي لنا لاعب ولا لاعبين بس اللي ما جددوا. وليش ما تقول تعال تحت لا عشان ما غلط منذر في تفاوض. انت الحين تقول لي معلوماتكم غلط، منو اللي يعطينا المعلومات؟ انتم شو يقولون الناس ان ليش ما جددتوا وما يلستوا لاعبتكم؟ ليش الانديه ما تعلن يعني في زمن الاحتراف عنها؟ الاعلان متى؟ بعد التوقيع. لكن في مفاوضات، في كلام مع اللعيبه على مساله تجديد العقود، وفي احترام للعيبه هذيلا. لكن الفريق حاليا مركز لانه باقي له 2-3 اسابيع في الوقت المناسب مثل ما عودنا. شو المانع انه مثلا نادي الوحده في الوقت المناسب راح يعلن عن تعاقد؟ لا بس وين المعلومه الغلط؟ انه ما يلستوا، انتم تقولوا ما جددتوا وما يلستوا يا اللعيبه. منو اللي قال؟ متى قلت انا؟ كذا لقاء يسالوني ليش ما يلستوا يا لعيبتكم وما جددتوا وياهم؟ في مناقشات مع اللعيبه وراح يتم الاعلان في الوقت المناسب. كم لاعب لغايه الحين ما جدد؟ هذه امور داخليه منذر. انا اقول لك انت تسال تعتبر سريه ها؟ طبعا في زمن الاحتراف تعتبر سريه؟ طبعا منذر، منو يعطيك اليوم معلومه جددت ويا هاللاعب ولا هالمبلغ ولا هذا؟ خلها هذه ينعلن عنها في الوقت المناسب. أنا أشكر زميل منذر المزكي على هذا اللقاء مع مدير فريق نادي الوحدة عبد الباسط بن حمد. احنا تكلمنا في هذا الموضوع يعني في حلقة أمس وعلقوا عليه الإخوان ما باستثناء ياسر سالم وبيعلق عليه اليوم.
أنا اللي أعرفه يعني ما أدري، يمكن أنا أتابع الدوريات الأوروبية حالي حال أي شخص بسيط يتابع الدوريات الأوروبية. أسعار اللاعبين معروفة، رواتبهم معروفة، يعني حتى يحسبونه بالدقيقة وبالساعة كم يستلمون. طبعاً اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو وميسي لما يقسمونه على 24 أو يقسمونه على 60 يقولك في الدقيقة كم يستلم. حتى محمد صلاح من الفترة الأخيرة سمعنا إنه أو أكدت الصحف كذا راتبة نقلاً عن الصحف الأجنبية، يعني إذا صن ومن الصحف البريطانية. من حق الإعلام يعرف هذا اللاعب إذا في الستة أشهر ولا مش في الستة أشهر ولا باقي له سنة. ليش؟ لأن مو بآخر شيء إحنا اللي بنعرف الأندية إن هذا باقي له ستة أشهر، وكلاء أعمال اللاعبين هاي شغلتهم. يعني الإعلام ما بيكون بيتكتم على هذا الموضوع على أساس إحنا نغمض عيونهم، لا لا، هاي شغلتهم هم، هذا رزقهم يدورون الموضوع هذا. رقم اثنين يعني خلاص، بما إحنا في زمن الاحتراف إحنا نبغى نسوي الاحتراف المكان اللي نباه، والاحتراف اللي ما نباه ترى أنا أشوف يعني موضوع اللاعبين وأسعار اللاعبين وبيروح ما بيروح، يا أخي إذا اللاعب فيك لغط عليه كلام عليه قل لي إن اللاعب هذا أنا قاعد معه بتفاوض معه قريبا بعلن، لا ريحني بس ما تتهرب. يعني إحنا ياما صارت لنا نوقف المكزون ساعات وساعات على لاعب متأكدين إنه بيروح وما نشوفه. لك تعليق على هذا الموضوع؟ والله يعني لغط كبير وكثير صاير في الفترة الأخيرة عن الإعلام ودور الإعلام والمحللين وغيره. إذا كنا نحن كمحللين ما يحق لنا نتكلم عن أمور فنية وعن ملاحظات فنية، ملاحظات إدارية، ملاحظات في عقود اللاعبين، ملاحظات في أخطاء إدارية، إيش حقها يعني الإعلام في كل مكان في العالم والنقاد في كل مكان في العالم أساس عملهم الانتقاد وأساس عمل أي إدارة أنها ترد إذا حبت ترد، وإذا كان بإمكانها أنها ترد تواجه الجماهير وتتكلم. نحن في خلل وفي مشكلة كبيرة. شوف قلت الجماهير، مش من حق الجمهور يعرف اذا السين من اللاعبين بيكمل معاه السنه الجايه. انا بعطيك على سبيل المثال، ليش الانديه خايفه؟ ليش الانديه خايفه وتحتها 60 خط من انها توضح عقد لاعب؟ انا هذا شو المشكله في الموضوع يعني؟ اقول لك انا الا اقول اذا في خوف من حاجه معينه نحن ما نعرف. انا بقول لك من حاجه معينه شو؟ انا بقول لك اياها، من سقف الرواتب. اكثر ناس قاعد تتكلم، لا خلك سقف الرواتب الحين، هذا شيء جديد، هذا شيء جديد، سقف الرواتب هذا شيء جديد. في السنوات الماضيه كان ما كان في سقف رواتب. جرأ مسؤول يطلع على الاعلام ويقول والله انا تعاقدت ويا اللاعب الفلاني بالمبلغ الفلاني، ما نسمعها. ليش؟ لانه في كل مكان شيء عادي. ليش؟ شو المشكله في هالموضوع؟ هل خايفين من حاجة معينة؟ هل خايفين من ردات فعل؟ هل خايفين من انتقاد؟ هل خايفين من حاجة؟ وإذا يا أخي الحين الإعلام أمس يعني مثلا الأخ عبد الباسط الحين تكلم، أنتوا مستقصدين الوحدة، تكلمنا عن الوحدة وتكلمنا عن العلم وتكلمنا عن النصر وتكلمنا عن أندية كثيرة، وليش نستقصد الوحدة يعني؟ وليش الجماعة تكلمنا على العين يعني والأهلي عن الانتقالات؟ يعني الأخ من ذا ليش استقصد العين الوحدة من دون باقي الأندية؟ ما في يعني هل الأمور اللي صراحة نسمعها يعني يجب أن يعني بالأمس أنا أبو بدر أحبه وأحترمه وأنا أعتبره واحد من أفضل الإداريين اللي موجودين، عبد الله صالح، يوم طلع في الإعلام ويتكلم أن المحللين قاعدين في استوديوهات وتكييف، هل مطلوب مثلا منا نجوم الشو هل مطلوب منا نحن ان ننزل الملعب مكاننا في الاستوديو؟ هل مثلا نقول حق الجماعه في التلفزيون حطوا لنا مكان في الساحه هناك نقعد نحلل؟ هل هذا مطلوب يعني؟ وهل الاداري مطلوب منا ينزل الملعب يلعب؟ لا، كل واحد له دور. هذا مش بعد السنين، بعد السنين في كره القدم عندك عصاره خبره بتوصلها للناس. انا اللي اقصده كل واحد له دور، يعني مع احترامي اللاعب له دور في الملعب يؤديه. المدير او المسؤول اللي جالس برا على 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 دكه الاحتياط يوجه، وعنده مهام ومسؤوليات، المدرب عنده مهام ومسؤوليات، نحن في الاعلام او كنقاد عندنا مهام ومسؤوليات. اذا خرجنا عن هذا الاطار معكم حق. عبد الله صالح على فكره انا سالته عن هذا الموضوع، تعرف شو قال لي؟ قال لي انتم فهمتوني غلط، قال انا اقصدكم انتم نجوم شاشه مثل نجوم السينما. قلت له انا اعرف انت شو تقصد، وانت تعرف انت شو تقصد. لا انا ما يخصني بالكلام اللي تقوله، انا احبه واحترمه. لا هو قال لي كذي، انا في لقاء قال لي الكلام. انا اقول لك ابو بدر، انا احبه واحترمه ورجل يعني صراحه محترم ورجل له مكانته وله، لكن
يعني الموضوع هذا طبيعي، انا بجلس طيب. مكيف ما يعني ما بطلع برا عن المكيف واجلس انتقد في 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 طيب طيب في موضوع معين. طيب. ياسر يعني ما ادري انت كلاعب يعني اكيد كنت تفكر نفس هذا التفكير، لانه المجتمع كله يفكر بهذه الطريقه، هل يجب ان تكون هناك سريه على العقود؟ كم باقي لك؟ متى بتجدد؟ متى ما بتجدد بتطلع من النادي؟ بالعكس احنا اليوم نشاهد، احنا نتكلم عن احتراف صحيح، اليوم لو تشاهد اي دوري كبير في العالم قيمه اللاعب معروفه ومعروف مده عقده ومعروف لما يدخل في الست شهور، لان في الست شهور يقدر نادي ثاني يدخل يفاوضه، لان انت اليوم في احترام يعني بين الانديه وميثاق شرف بينهم في الدخول على 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 اللاعبين. على على اللاعبين. لكن المشكله الرئيسيه اليوم اذا هناك اخبار تتداول في الشارع، منو اللي لازم يوضح ان كانت صحيحه يا سلام عليك او خطا؟ من اللي يوضحها؟ مب اقرب شخص الى الفريق، منو اقرب شخص الى الفريق؟ إدارة الفريق او مدير الفريق او المتحدث الرسمي للنادي هو اللي بيوضح المعلومه هذه للشارع الرياضي وللسائل. اليوم اذا هناك في اشاعه يسمونها اشاعه حتى انه يثبت العكس، اذا 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 ثبت الراي السليم او الجواب السليم من قبل الطرف المسؤول عن هذا النادي اذا خلاص الناس بيسكتون. لكن اليوم ليش المعلومه هذه او الشائعه هذه من وين طلعت؟ طلعت من نفس النادي. يعني الناس اللي برا شو دراهم ان مثلا لاعبين في الوحده ما دخلوا في الست شهور؟ اكيد طالعه من نفس النادي، من نفس من عند اللاعبين او من ناس قراب من اللاعبين. فاليوم انت هني احنا نروح لنقطه مهمه، اليوم انت في 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 بطولات مختلفه، الاستقرار النفسي للاعبين مش مهم؟ اضيف لك خميس اسماعيل امس وصل كلام المنذر انه في الست شهور، قال لك لا يا اخي انا باقي لي سنه، انت ساعدتني يعني سكرت لي هذا الموضوع. هذا المفروض عليك اليوم انت تتقبل الاعلامي او المراسل اللي موجود في المباراه، هذا دوره ان عنده خبر يتداول يبي يعرف هل هذا صحيح او لا. كيف بيعرف ان هذا صحيح او لا؟ بعدين سؤال انت يعني هذا سؤال عادي يعني مو شيء يعني هو سال وبعد توضح مو بس انتهى الموضوع. سلطان يعني انا اتمنى انه ما يطلع لنا مسؤول من اي نادي يقول والله انتم كلكم ضدنا، احنا اليوم الانديه كلها تهمنا والانديه كلها واحد دوله الامارات نهتم فيها، ما اتمنى هذه نعيش في دائره الشك دائما انتم ضدي وانتم ليش انتم خارج دوله الامارات. حلو. التعليق على الاحداث اللي لان الاعلام هو ينقل الاحداث، فاحنا سنعلق على الوحده والعين واول اخر الكلام، وكل من يحسبها بطريقته الخاصه، لكن لما نيجي حق الوحده، لما نيجي حق الوحده، الوحده هناك مشكله فعلا جماهيره هو اللي يتكلم مش الاعلام، هناك عندهم فن مفاوضات في الاستقطاب اللاعبين من الخارج وانهوا عقودهم، مثل يعني اليوم لو بتي راشد وطارق وعبد الباسط محمد انهوا عقودهم، وهناك مشكله مع اللاعبين اللي بالداخل، ففي مفاوضات على شكل ايجابي في نادي الوحده وفي مفاوضات بشكل سلبي في الوحده، وهذه هي اللي قاعده تتحدث عنها، يتحدث عنها الشارع مو بس الاعلام. واضح. انا عشان ما عندي وقت بس ابغى فاعتقد ان محمد عبد الباسط قدر عبد الباسط محمد قدروا ينهون شو اسمه التعاقد معاه، جددوا وممكنهم يجددون للاخرين. شكرا ياسر. انا نو كومنت. نو كومنت لا تعليق. جميل. لانه الموضوع بشي وقت وتو نحكي عليه. طيب اذا بنتكلم عن الوحده ياسر، رغم الغيابات وشارجه فريق عنيد اثبت بجداره على تواجده بقوه في دور المحترفين وانه يكون نت صعب للخصوم، في امل للوحده؟ ينتظر العثرات يعني من العين؟ الامل كان بيده بس ما قدر يحققها يعني. خلينا نتكلم الحين اخر جولتين. لا شوف حسابيا صحيح لكن منطقيا لا. طيب خلينا الوحده واداء، خلينا نروح للمباراه. الوحده اعتقد اليوم العلامه الكامله اللي تيقالي صراحه. تيقالي هو اللاعب الجديد، لاعب اللي دائما يدخل في 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 تحدي مع نفسه لاثبات الذات. ممكن فتره من الفترات انا تكلمت انه نزل مستوى الحس التهديفي لتيقالي، لان يالس يقوم بادوار اخرى اللي هي الدفاع في وسط الملعب وبعيد عن الثلث الهجومي، وتكلمنا هنا وجهنا له رساله انه حتى يمكن كابتن رضا كان معي لما رياض قال لازم يطلعونه برا، قلنا له لا تعطيه تعليمات بس يركز في الثلث الهجومي لانه هو مسجل اهداف ماكينه اهداف يعني تيقال. بس ايضا كان في دور نص الملعب يعني دور الفريق بشكل عام. نعم انا توصيل كره له. بس انا اتكلم لك عن قيمه تيقالي ان في البوكس، تتكلم في البوكس لما يركز في منطقته، لانه اليوم سنه 34
غير انتقالي لما كان 29 ممكن ينزل لك تحت ويدابج في وسط الملعب، لكن اليوم عطى التعليمات انه يكون في الثلث الهجومي لان الوحده عنده اللاعبين قادرين على ايصال الكور من كامل الاطراف او من العمق. فاعتقد تيقالي كان علامه بارزه اليوم، تساوى اعتقد مع بيرغوليما كابتن 19 هدف مع انه كان متاخر كثير. حلو. ففوز مهم للوحده. ثقافة الفوز مهمة في الفترات الأخيرة لأنك أنت مقبل على أيضا بطولات مختلفة. صحيح. بطولة كأس رئيس الدولة. تيقالي مستمر مع الوحدة؟ أعتقد بيوقعون عقد، هم يعني عقد عشان بعد عشان نفتح الشفافية أكثر، عقد بمليونين وأكثر، وهناك مفاوضات على نزال عقد في أحد الأندية ولا الوحدة بمليون و 200 عشان ينزلون راتب أكيد اللاعب ينزل نازل راتب في الوحدة ولا في فريق ثاني؟ في أندية ثانية وممكن يكون في الوحدة يروح راتب أقل؟ هي كل ما ينزل السن ينزل الراتب. للتوضيح لما هبوط المستوى يزيد السن ينزل السعر. زين لما انا تكلمت عن تيقالي لما هبط المستوى اجد البديل لان اللاعب في حاله ما قلت خرجوا برا اجد اللي هو العقبري البديل اجد البديل لا لانه هو في انت لو جيت مسؤول في نادي الوحده لحظه شويه نعم. اذا لو انت مسؤول في الوقت الحاضر في نادي الوحده وفي اخر الموسم ايه؟ هل تجدد التيقالي ولا لا؟ لا لا ايه قول لي السبب بقول لك. اليوم يسمونها مخاطرة خاصة اللاعب اللي يروح في السن النزول ينافس يا ولدي 40 سنة ونزل ويلعب ويا انت تبقى يا رياض يا دوادي يا رياض يا دوادي ناس تلعب سنة 40 سنة يا رياض انا رأيك على العين والراس بس انا لازم اناقش فيه يا اخي سمعناك من اول ما كملت لا من اولها يعني استفزيتني ما كملت خلنا اكمل الرأي هداف الرياض خلنا اكمل الرأي هداف اقوله مع السلامة خلنا اكمل الرأي عشان توضح الصورة عاد ما يصير كذي تقطعونه انا بالنسبة لي مستواه ما نزل لا مع الوحدة ما يقول هو حكم عليه بالسنة لا نزل السنة العام نزل وسبب مشاكل خارجية والكل يعرف المخاطرة في السن النزول زين كل مشاكل خارجية يعني سن نزول قول له سن خلنا بكمل لك عن سبب قول له سن نزول رياض انا الحين الساعه 12 وربع عندي 45 دقيقه انت انتقدتني على لا بخليك ترد بس استعجل اوكي استعجل ليش تخاطر في لاعب كبير في السن اجانب عندنا اكثر من لاعب ساحه المساحه لاختيار الاجانب في السوق كثيره انا اجيب لاعب 26 يبقى معي 3 سنوات افضل هذا رايي الشخصي انت عليا مسجل الاهداف في العالم كله في مسجل الاهداف بس تقالي عندنا مسجل الاهداف ما قلنا بس تيقالي ايش ممكن الوحده اللي جاب تيقالي يجيب احسن منه بس هل الدش في مخاطره في هذا العمر ممكن مخاطره حلو هذا رايي بس كم ترضى رضا تيقالي نزل المستوى في وقت لا انا السؤال نزل مستوى انا هذا انسان راس حربه مين اللي قاعد يسجل لي تيقالي اليوم ثلاثه سجلهم نزل مستوى ولا لا منزل المستوى تفضل منزل بخلي كلام صار بدايه الدور الثاني لما تكلم فيه ابو عبد الله أنا وكابتن رضا قلنا لا تعليمات يجب أن توجه بشكل دقيق اللي تقالي أنه ما يخدم في الدفاع بس يركز في الثلث الهجومي وهذا اللي صار هو قال شلوا أول شيء لما احنا لما احتجينا قال وجود البديل يعني لعبوا واحد ثاني مثلا من الاحتياط معه فقلنا له مثلا لما تيقالي موجود ومعه مهاجم ثاني او مثلا حتى الاطراف يكونوا مع مهاجم ثاني ادوار بتختلف هذا اللي تكلمنا فيه الحين هو يتكلم غير في اخر موسم وضع مختلف تيقالي علق على رايك خلني انا علق على انا وضحت رايي بشكل اخر لا تيقالي قيمة تهديفية كبيرة في الدوري الهداف الاجانب في تاريخ دوري الامارات بس لك سؤال باكر طبعا احنا نقول فرضا جدلا استغنى الوحدة عن تيقالي واستقطب مهاجم قادر. ولم يوفق فيه يقول ليش تركنا لا جيد جدا شوف الوحدة قادرة على إيجاد البديل لأن إذا لم يوفق الوحدة دائما مميز في استقطاب المهاجمين الأجانب الهدافين طيب لو تشوف كل السنوات الماضية تلقى دائما هداف الدوري أو المنافس من بس مشكلتهم في أسعارهم الكبيرة في الأسعار الكبيرة صحيح الأجانب. أنا بسمع عن الشارجة بتعلق بسرعة على الموضوع قبل أروح للشارجة إحنا نحكم على إنسان محترف ونادي الوحدة يلزمنا نعترفه اللي هو النادي الوحيد اللي قاعد ينافس لحد الجولة 20 في نادي العين والدوري مازال وما الهدف متاع الفريق متاعي واسمه تيقالي حلو لماذا نزل نقول هذا مستواه اليوم نادي الوحدة سجل 3 أهداف سجلهم تيقالي وفاز فيها بسلطان الشارجة أولا أنا المباراة حسستني في شوطها الأول ما أدري
حتى بالنسبة للوحدة مو بس للشارجة. أنا أعتقد مباراة مهمة كانت ولها قيمة بالنسبة لفريق الوحدة. وهذا دور إداري يفترض أن اللاعب ما يحس أن المهمة انتهت. أنا الشوط الأول حسسني أن مباراة ودية بس قوية. حسسني الشوط الأول أنها مباراة ودية بس مباراة قوية. ما حسيت أنها مباراة رسمية. هذا واحد. وما زالت الكرة في الملعب، يعني فريق الوحدة ما زال في صلب المنافسة، وممكن مع أن المعطيات أمامنا أن العين الأقرب العين يعني تقريبا الهفوات قد تأتي، لكن هذه كرة قدم. ما تعرف اليوم كنا نتابع مباراة المان سيتي ويا المان يونايتد، والكل كان يجمع أنه خلاص المباراة انتهت، وهذا مان سيتي غوارديولا بالضبط. فيعني هاي كرة قدم. اثنين، أنا اللي حابب أقوله وهذا الموضوع يعني يجب أني أعطي حقه. أنا قبل أسبوعين ثلاثة انتقدت الكابتن علي خصيف. صحيح. انتقدت فنيا. وأنا أذكر الحديث اللي دار بيني وبين الكابتن رضا بوراوي. كنت أقول أن أخطاء يسأل عنها علي خصيف، وخصوصا في الهدف الأول والهدف الثالث، وطلبت أنهم يحطون الهدف الأول. طبعا كابتن رضا كان يقول مصمم أن الـ 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 الخطأ خطأ تمركز مدافعين، وأنا كنت أقول أن الخطأ مشترك، لكن الكابتن علي كان يسأل عن الهدف أكثر في تردده وخروجه ثم عودته. طيب. سحب يده ولهم حطوا اللقطة. قلت سلام عليكم. سلام عليكم معناته يعني أنا خسرت. يعني أنا خسرت يعني كلامه هو صح. واضح. يعني قصدك سلام عليكم يعني أكبر دليل ما شاهدته. إذا في ناس يعتقدون أن السلام عليكم معناته أني أشكك في ذمة شخص محترم مثل علي خصيف، فهذا الشخص مريض يحتاج لعلاج. أنت وصل لك هالكلام؟ يعني وصلني من خلال حتى في السوشيال ميديا، واليوم يعني يالسين يقولون يلا الحين انتقد نادي الشارج، واليوم انتقد نادي الشارج. وأنا سبق أني انتقدت نادي الشارج يوم انهزم من الوحدة أذكر بالسبع أهداف بنقد قاسي جدا 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 جدا، لدرجة أني أنا بعد المباراة قلت أنا شو قلت عن اللاعبين. فأنا بكرر اليوم، شوف نادي الشارج أنا أعتقد في تطور ملحوظ في مستواه وأدائه، لكن نادي الشارج محتاج للكثير من العمل الفني من الكابتن عبد العزيز العنبري، وخصوصا من النواحي التنظيمية وتمركز اللاعبين. عند نادي الشارج مشكلة كبيرة في هذا الجانب، مشكلة كبيرة وخصوصا في الجانب الدفاعي. ترى اللاعب مش إمكانيات بس، كثير من المدافعين على سبيل المثال عندهم إمكانيات قوية جسمانية سرعة احتكاك غيره، لكن ما يعرف يوقف في الملعب. صحيح. وهذا يسبب أهداف. اليوم على سبيل المثال الهدف الثالث أعتقد اللي دخل على عادل حسن، مع احترامي يعني حارس مبتدئ لا يمكن أن تدخل. أنا مو بحارس، ويمكن الحراس أو مدربين الحراس يعلقون على هالحالة هذه، لكن أنا أعتقد كانت زاوية ميتة جدا، كرة في مكان من السهولة أن يتمركز له بشكل سليم وصحيح ويطلع له. يعني ما أدري، أكرر وأقول أن في أخطاء ممكن تتجاوز عنها وما تتكلم عنها كثير لأن أخطاء تقديرية، لكن في أخطاء ألف باء في الحراسة أو في الدفاع أو في الهجوم أو في أي مركز من المراكز، هني يجب أن نتكلم. مو معناته اليوم استغفر الله العظيم يعني عادل إذا ما وفق في هذه اللعبة معناته والله هو يعني هذا الهدف اللي تتكلم عنه؟ هذا الهدف اللي أتكلم عنه. أنا أعتقد أنه كان في خطأ، وخطأ واضح وخطأ غير مغتفر. يعني في أخطاء ممكن نتجاوز عنها وما نتكلم عنها، لكن الكرة جاية من زاوية ميتة. وكان بس بالسلطان ممكن اشارك الحديث تفضل، بس يعني ايضا بعد تيغالي بغض يعني النظر عن انه كان تقول سهل، يعني قول سهل تحمل عادل 100% 100%. لا يمكن اني افوت يعني ما تحسب لتيغالي وايد، لا تحسب لتيغالي طبعا تحسب لتيغالي. المهاجم بيسدد بس زاويه ضيقه والكره ما بقويه يعني. طيب بس ما بقول ما عليه، بقول سلام عليكم.
بعد بقول سلام على حارس الشارقة. على حارس الشارقة يعني عشان ما يزعل. انا بس بوصل، انا ابدا مره ثانيه اقول لك عنها، انا الحين بوصل كلامك مره ثانيه بس اخاف تغلطني مثل ما غلطني رياض. لا لا طيب بالنسبه ابدا لا نشكك في ذمم اللاعبين، لا يمكن كلكم يعني. ابناء الامارات وكلكم تخدمون الامارات، وكابتن علي خصيف كابتن والنعم فيه وخلوق، يعني قبل كل مباراه يقول لي، كان يقول لي مره في لقاء الهواء مباشره، انا قبل كل مباراه اكلم امي واكلم زوجتي واكلم امي واكلم زوجتي بعد المباراه، دائما اطمنهم يعني باربي والدي ولاعب يعني من على فكره علي خصيف دائما يئم في اللاعبين في الصراحه يعني. واخلاقه عاليه، واخلاقه عاليه ما شاء الله اخلاقه، ورجل خير بعدين، رجل خير وفي خير وكلهم النعم يمكن قائد مثالي صحيح. في كره القدم الامارات نعم. الله يوفقك يا علي خصيف. يعني احنا بعد ايضا هاي نقطة يجب أن نصل لها، أن النقاد ترى هاي كانوا لعيبة مدربين، لما يقول هذا أخطأ ترى ما في شيء شخصي، فهو وقع في الخطأ مثلك ترى كابتن يوسف، يعني ما أخطأت في كرة القدم أكيد أكيد أو كابتن ياسر أو الكباتن شو كابتن يوسف، كابتن يوسف 96 ياي كيس ضرب بينالتي قتل بها العصافر لا تذكر لا تذكر أقوله متعمد أقوله متعمد لا تذكر بها اليوم أنا نتمنى أخطائنا يستفيد منها الجيل الحالي طيب والله بنالتي مهمة أنا موجود بعد ما نسوها كابتن أنا موجود في الملعب والله وأنا ما نسيت مدينة زيد مستحيل تنساها يا أخويا يا أخويا جالس نشوف العصافر مع أن على فكرة يعني العصافر مع أن أنا ضيعت ضربة الجزاء الأولى والمنتخب السعودي بعدي ضيع يعني تعادلنا ارتحت واللي ضيع ضربة الجزاء الأخيرة حسن سعيد حسن لكن ما حد يذكرها حق حسن سعيد يذكرون شو اسمه روح طلعت البلنتي ولا يمسون الناس صحيح طيب مباراة البارحة ما تعرف انه مسجل بتتذكر البلنتي وغلطني انا على هو قال انا ما قلت طيب مشاهدينا الكرام فاصل اعلاني ثم نواصل سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. من 500 رحلة كل يوم طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة الخبر وما وراءه السطور وما بينها الصورة وتفاصيلها النجوم وحكاياتهم الحدث وأبطاله من ملاعب الكرة إلى ميادين السباق الملحق الرياضي لصحيفة الاتحاد متعة الصحافة الرياضية تتصفحها كل صباح الألعاب النجوم والأحداث محلياً عربياً وعالمياً رؤية جديدة من ملاعب الرياضة نضعها بين أيديكم مجموعة من الأقسام والصفحات الرياضية المختصة ومقالات لأشهر الكتاب في العالم العربي نقدم لكم محتوى متنوع شامل لكل ما يحدث في عالم الرياضة ملحق الاتحاد الرياضي لصحيفة الاتحاد ستعيش الرياضة بكل تفاصيلها الاتحاد مصدرك الأول سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم
مشاهدينا الكرام، الجزيرة يقع في فخ فريق الإمارات، خسر في رأس الخيمة أمام الفريق الأخضر الذي قدم مباراة متميزة هذا المساء، تكلل بنصر رغم أن مركزه لا يزال كما هو قبل الأخير في سلم الترتيب. إذن مشاهدينا الكرام، في نفس المركز فريق الإمارات يبقى، ولكن يزيد جعبة نقاط إلى 16 نقطة. أما الجزيرة في المركز السابع 25 نقطة، هي خسارة صحيح يعني لم يعني يتوقعها أكثر متشائمين المشجعين لنادي الجزيرة. بس كابتن يوسف، أنا اللي عرفه أو صححوا لي إياها يعني العتب على الذاكرة، هو قال انت ضيعت الكره وعقيت العصافير فوق، انت صدها محمد الدعيع توني خبروني. لا الكابتن رضا يعني تعرف ساعات الواحد عدى 80 بعد ما ترد عليه. والله لو انا عندي المية تاريخك ما اعرفه انا. طيب صدى محمد الدعيع؟ لا لا ما صدى. لا اله الا الله. انا شفتها ما صدى، تحب انت صدى خلاص عقب 80 هو اللي شفتها. لا ما صدى. شو ما صدها؟ انت حاضر، انت موجود في الملعب؟ كلنا شفنا المباراه النهائيه. اي مباراه؟ ولا كان يتابع كوره؟ لا لا ولا با... والله لا يدري بالموضوع. لا احلف لا تحلف. والله ما يدري بالموضوع يا اخي. صدها محمد الدعيع خلاص. اليوم خالد شفته بعيني. خالد المسعد يمكن الكوره يسجل. شو ما ندري. صحيح. شو ما ندري يعني رضا، بس انت اللي تدري. انت اللي ما تدري قلت في العصافير وكل لاعب يقول. انت اللي ما تدري. لا لا رضا انت ما تدري. هو مستحيل. رضا انت ما تدري في المباراه. انت تقول ويقول في الملعب. انا لحظه ما يدري رياض رضا انت ما تدري. سامحني لحظه. كل لاعب اللي شاف لحظه شوي. كل الناس شافت. سامحني لحظه شوي. احنا نحكيوا على اللعيبه اللي تخطا ونفكروا لما متعمد. قلت لك يوسف ضيع بينالتي صحيح توجبها لفوق ولا مسكها الدعيع ما جابها فوق مثلا، ولا مسكتها انت ضيع بينالتي ولا ما ضيع؟ ما نتكلم عن لحظه ضيع بينالتي ولا ما ضيع؟ بس السلام عليكم. على فكره يعني لفت لفه محترمه. لفيت لفه محترمه يا سيدي. انا كبرت فت 90 سنه. شوف لك حلوه العصافير. شوف هكا تحب هكا تريد انت هكا تريد هكا تريد يعني. انا الناس فريق الامارات 80 يعني خلاص فريق خلاص. فريق الامارات يفوز على الجزيره و... ها انت تحكي على الامارات وانا على يوسف الحين. لا يوسف هو انتهى. انت قلت لي ضيعها فوق وهو صد محمد الدعيع. صد يعني ما ضيعهاش يوسف حسين. ما ضيعش لا ضيعها في نهائي. بس مو فوق مو فوق مو فوق صدق. اوكي من طيب أوكي. فريق بزورة. الامارات رد عليك اليوم وفاز جاب 3 نقاط. رد علي انا؟ لا يعني رد على حديثك انت. قلت بينزل. لا قلت مليون بالميه. لا الدوره الرباعيه شويه بشويه بشويه الدوره الرباعيه شوي. ايوه انت سالتني وانا موجود لهنا.
للعلم وكنا نحكيه على الاعلام وما الاعلام واللي يقول لك يعملوا اعلام شو ما شو والكل يقول لك انا نخلص في راتب وموجود هنا على هالطاوله هذه. انت انا نسمع كلامك انت الحين لما تسالني انت البارح والترتيب نحكيه على الترتيب قلت لي مين تتكهن؟ قلت لك 85% نادي الامارات وحتى سيشاركون في مباراة مع الدورة الرباعية. انا ما نزلتهم واللي يريد يسمع لي انا ما نزل حتى لو انا نقول هالفريق هذا باش ينزل كلامي مش قران. انا ناقد رياضي ونحكم على مستوى ما نعرف نجامل. انا لو بابا الله يرحمه يكون يدرب في نادي الامارات ونقول له يا بابا سامحني راه فريقك باش ينزل اقولها له. انا ما عندي مشكله لا مع الامارات تبقى ولا تنزل، لا عندي مشكله مع حتى تبقى ولا تنزل ولا الظفره ولا دباء ولا كل. انت من حقك وانا موجود على الطاوله سالتني قلت لك 85% هذوما الناديين متو وتحب هاني اليوم عززت بمليون بالمئة. بعدين درى شنو رياض قال لي قلت مليون أتحب اليوم يا جماعة يا الإمارات يا نادي حتى يا نوادي راني ما عندي معاكم حتى مشكل. أنا إنسان وكلامي ما هوش قرآن والدليل يا سيدي مبروك 3 نقاط اليوم وهذا دليل اللي أنا كلامي مش قرآن. إذا نزيد نكرر لك اليوم أنا ونعود لك اليوم هاو الجدول الترتيب كم ترتيب نادي الامارات قبل الاخير يعني الحين لو اليوم وفات البطوله انتهت البطوله اليوم يلعب دوره مباراه مع دوره رباعيه يلعب ولا ما يلعب؟ يلعب مش دوره رباعيه هي هو يلعب ضد الثالث ولا ضد الرابع والثالث والرابع مباراه واحده مباراتين ذهاب واياب اوكي صح. الحين هو وين هو؟ انت لما تسالني والله نقلب الجدول انا نقول لك والله العين باش ينزل باش يلعب دوره رباعيه هكا تحب؟ لا انا ما سمعت. اذا حد يتغشش ولا يزعل من حقه اما يلزم يعرف احنا نقاد لهنا احنا لا نعطيه دوري ولا ننزله فما معطيات. انا واحد من الناس قلتها لك امس وكنا لهنا السنه الجايه لو تسالني على الموسم 2018 2019 مين ترشح ببطوله الدوري نقول لك العين الوحده الجزيره النصر اجي اقول لك انا ديب الفجيره يعني نضحك على الناس انا ونزيد نكرر لك يا نادي الامارات مع كل احترامي لكم ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم ما تلعبوش المباراه الفاصله مع فريق من درجه ثانيه لكن هذا وضعكم واللي يريد يزعل اليوم مبروك الفوز فزتوا والدليل كلامي امبارح اللي قلته مش قران ممكن تنقلب الايه ممكن الظفره يلعب في الدوره الرباعيه جميل. الجزيرة دفع فاتورة اللعب بالبدلاء أكيد الجزيرة اليوم عانى كثير يعني لأن يعني اليوم اللاعبين المؤثرين ليس موجودين في الملعب هناك مجموعة كبيرة هناك بعض اللاعبين المؤثرين في الأمام برحمة والديك يا رياض صلاح كلمتك نحب نقف عليه شوف أنا رو باش نجنن شوف توا فما نوادي اليوم يلعبوا ويفكروا في الكاس شوف معناتها وين وصلنا العقلية ماهيش احترافية اولا ثانيا للعلم يا نوادي راهو العام الجاي باش تدخلوا في بطوله العربيه ولا شو العربيه نعم اذا احنا نوصلوا نلعبوا في الاسيويه ونقولوا والله دوري مضغوط علينا وارهاق ويلعب لي بالصف الثاني يا هاو جاتكم ملا دوره اخرى بتاع العربيه هذه يا جماعه خلونا بعقليه احترافيه يعني نجهز كشف الاعذار طب لا يا مسعود راهو شرف لينا شرف باش نشاركوا شرف باش نظهروا بالمظهر الزين يا اخي انت تعرف نفسك الحين انت عارف نفسك بتلعب في البطوله العربيه العين الجزيره الوسط من الحين اخي جهز نفسك ماكش قادر وتحكي لي على ارهاق رتب اولوياتك ما تشارك ماهيش اجباري ما تشارك فكونا من هاللغه هذه ارهاق والله والدوري مضغوط وما ادري شو نلعب بالصف يا ولدي ناس تفكر في الكاس رئيس الدوله يا ولدي ليش اللي ما في احتراف؟ ما وين هنا؟ فهالفكر نعم ما في احتراف انا هاكا نشوف ما هم يخاطبونك في الاحتراف في الاعلام ما هاكا نشوف علق على الناس تلعب 60 مباراه في الموسم يا ولدي و70 مباراه و80 مباراه يلعبوني يا ولدي وين يا ولدي 10 سنوات راهو احتراف السنه هذه عملنا 10 سنوات السنه العاشره نعم يا سيدي على الاقل ما تسمعناش اللغه هذه ما تسمعنيش
بس معني ايش؟ الاعذار صح ارهاق شو ارهاق؟ الناس كلها تلعب وحدكم تلعبوا انتوما انتوما بس شاركوا اللي يشارك في كاس افريقيا واللي يشارك في البطوله العربيه طيب ليش نسمع هاي الاعذار؟ انا سؤالي لك ليش نسمع هاي الاعذار؟ ليش نسمع هاي الاعذار؟ لانك انت بتعرف ايش؟ انت تشجع اللاعب ساعه انت بالكلام بتاعك كمسؤول وتطلع في في في, في, في الاعلام وتقول والله الدوري والله والله نفكر في كاس صاحب سمو رئيس دوله ونفكر في شوف شو الكلام هذا شو الكلام هذا تيجي تشجع اللاعب بكلامك هذا اذا اللاعب يبقى يعطي ما بيه انت صحيح يا عفره مش اولويه يا ولدي يا ولدي نحاسبوا الاحترام نحاسبوا اللاعب حتى في التمرين ارهاق في التمرين ارهاق في اذهان يزيد يعبي له مخه يعبي اللاعب مخه يعبي له بالارهاق ارهاق 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 شو هذا طيب ما فماش ارهاق ولا شارق اللي مديده يقول راتب شو هذا ما في ارهاق ما في ارهاق طيب الجزيره والله يا اخي انا استمتع سامحني سامحني رياض استمتع لا ما تستمتعش سامحني بحيدر انا استمتع يا اخي استمتع بكلام تقول لا تستمتع سراني انا اما واحد ما يعرف لك يا كابتن رضا بعد مستمتع بما يطرح بحيدر يعني هذا واقع على رياض اي واقع واقع طبعا اقول لك يا اخي ما تحكيوا الناس على الاقل عندكم ارهاق عندكم مشاكل ما تخشوا الناس الاعلام طيب كلمني عن المباراه لا لازم اروح فاصل زين بالنسبه لا تعلق على هذا الموضوع خلاص لا الرسالة لا وانت مأيد لنا لا انا مش ما اعلق يعني استمتعت برأي بحيدر صراحه وراي واقعي شو اسمه بالنسبه عن المباراه اعتقد ان اليوم النادي الامارات كسب الاهم بالنسبه هو النتيجه اليوم هذه مباراه مفترق طريق بالنسبه حق الامارات وضع نفسه في كسب هذه النتيجة اليوم لو خسر هذه النتيجة من الأمور انتهى الموضوع انتهى موضوعه فاليوم هو خذ المهم بالثلاث نقاط ومباراة مهمة في ظروف معينة لفريق خصمه أعتقد قاب كثير من اللاعبين المؤثرين وقابة هوية الجزيرة قدر أن يكسبها في الربع ساعة خمس دقائق زين في 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 الدقائق الأخيرة وكان مباراة لها يعني أهمية بالنسبة حق الإمارات مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني قصير ثم نعود سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم كل يوم طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة النهائي المنتظر لبطولة كرة القدم الأقدم في تاريخ إسبانيا برشلونة الفائز في المواسم الثلاثة الماضية وإشبيليا وصيف 2016 يتنافسان للفوز بالكأس الملكي وإحدى أهم البطولات في كرة القدم الإسبانية نهائي كأس ملك إسبانيا برشلونة وإشبيليا في هذه الأوقات على أبو ظبي الرياضية من قوة رمال الصحراء استمدوا قوتهم ومن قسوة ظروفها جاءت صلابتهم ليحين الوقت ليواجهوا العاصفة أبطال الإمارات قادمون من جديد ليحصدوا الذهب في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة الجزيرة الوحدة
كأس رئيس الدولة في الأوقات التالية على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. من عجمان كانت الكلمة وصلاوية صفراء، فوز لفرقة الفهود وعودة للمسار الصحيح من أجل الأسيوية. أما عجمان فقد تعرقل وخسر على ملعبه. كايو كانيدو، كايو نقل عرضية عالية أيضا تتخلص، لكن هل يستمر؟ هذا هو السؤال المطروح. فابيو يا سلام يا فابيو، لعيب فعلها الساحر، فعلها الساحر. هذا هو مدير السعادة في أرضية الملعب. يتقدم الآن بالهدف الثاني عن طريق كايو كانيدو، هدف رقم 13. إذن مشاهدينا الكرام، الوصل بهدفين يفوز على عجمان ويضيق الخناق بحثا عن مقعد الأسيوية في المركز الثالث، يعني ينافس النصر في هذا المركز. عجمان في المركز الثامن ب 23 نقطة. ياسر، كيف شاهدت المباراة رغم أن عجمان كانوا جيدين وعندهم 5 غيابات؟ صحيح، أعتقد عجمان كمجمل في المباراة أفضل من ناحية الأداء. الوصل هو يعني قدر يفوز بمهارة لاعبين لهم ليما وكايو، لكن في نفس الوقت اليوم لاحظت يعني مشكلة كبيرة دفاعية في أغلب الأهداف. تيغالي يسجل بين 4 مدافعين،
اليوم ليما الهدف يمسك الكرة وظهر للمرمى وكل مدافع عارف قيمة ليما أنه دائما يحط الكرة على اليسار ويسدد فبكل أريحية يأخذ الكرة بين أربعة ويسجل فهناك أخطاء يعني كثيرة عندنا في الدفاع يجب أن تعالج ويجب أن المدافع يتأسس صح من تحت. اليوم المدافع لازم يوصل الفريق الأول عنده كل شيء عارف كيف يتمركز كيف يوقف كيف يشتت الكرة فهذه أمور شغل الأكاديميات شغل المدربين في المراحل. عندي نقطتين عن الوصل شاهدت يعني الوصل في مباراة نهائي كأس الخليج العربي يلعب بحميد الحارس اليوم بيوسف الزعابي أبسل عن المنذري وين المنذري حارس شاب أول موسم طلع تقريبا كان احتياط مباراة اليوم كابتن بس فترة ما لعب فترة طويلة يعني اللاعب حتى مثلا خلي أنا يعني أقول ممكن أخطأ أو شيء ما تنهيه ممكن أقول لك وين لحظة خلي بس أكمل بس بسألك سؤال ياسر إذا أخطأ هل هذا عقابة صحيح يعني غلط اليوم إذا أخطأ أنا أقول إذا شوف. إذا كانت عنده أخطاء فادحة اليوم هل يتم التعامل مع بهذه الطريقة أنا أسألك الحارس أول موسم يلعب ظهر بشكل جيد وراح المنتخب الأول إذا أخطأ في مباراة أو أخطأ في 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 أي شيء اليوم هناك يجب الأمر يعالج بطريقة لمصلحة الجميع. هو استبعاد يعني إذا تبقي استبعاد فني ممكن. لا بقول لك هو إذا تبي الجواب هو استبعاد عنده مشكلة مع مساعد المدرب واستبعد المدرب واعتقد قرار خاطئ من من المدرب. أنت منو قال لك الكلام هذا مصدرك يعني. ها هذا مصدرك أنت كرياضي ذوالي. ليش قرار خاطئ يعني؟ قرار خاطئ لما أنت تصدق مشكلة وتستبعد لاعب عادة العلاج لا بس أنتوا تعرفون شو المشكلة يعني إيه أنا ما تكلمت إلا أنا أعرف المشكلة حتى شو المشكلة أي يعني؟ أي مشكلة لا لا هل مشكلة لا فنية ولا مشكلة لا مش مشكلة فنية لا شوف إذا رياض المدرب لا مدام مش مشكلة فنية في بس هستبعدها على طول أبو سلطان لا هذه علاج خلنا وضح حجم المشكلة أبو سلطان نعم يعني أيوة. أنا ياسر نقول هنا تساؤلات لهذا السبب إحنا باكم أنتوا تجاوبون علينا عشان ما تطرح هذه التساؤلات وتتشعب وتطلع الإشاعات بسلطان يقصد يمكن سلطان المنذري لاعب مميز وجيد عشان لا يقول بعد مسعود قال يمكن أخطأ في حق المدرب يمكن صار سوء سلوك يمكن صار شيء أنت هذا قصدك؟ يعني الحين هم يقولون مو بمشكلة فنية إذا مو مشكلة فنية إذا قرار إداري قرار المدرب بالعكس هذا شيء طيب هم أقدر على سلطان وهو يقول يمكن قرار ظالم على حسب حجم الخطأ اللي ارتكبه أنا ما أدري اليوم سلطان اليوم أنا أتساءل لأن شاهدت حارسين في بطولتين مختلفتين مع أن المنذري كان هو إذا فنيا معك حد هو يقول مو فنيا الموضوع موضوع إداري اثنين اليوم لا مش إداري مدرب اليوم اللاعب إداري يعني إذا أخطأ في سلوك عاقبة ماديا هذا الصح مو بالضروره هذا مادياً. الصح هذا انا بقول لك هذا جزء من العلاج والله الفلوس تعور يا مو بالضروره زين هذا شيء والله الفلوس تعور شيء الاخر هل تخسر اللاعب يوسف اليوم انت عندك كم تخسر انت من كل في السنه كم يأتيك مخالفات رادار ومرور اقول لك الصدق اي بعد ما دفعت مبلغ كبير ما بقول مش كبير وايد كبير بالنسبة لي والله مثل المسطرة اشوف 80 امشي 80 لا والله ان هذه الناس تخالف وتتعاقب وتخالف العمر العقاب اتكلم عن نفسي يعني. انا 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 وجهه نظري العقاب يمكن يكون جزء من حل المشكله لكن او الماده جزء من حل المشكله لكن احيانا في مبادئ المفروض صحيح. بس الاداري نحن او نحن المدرب نحن بس او بس حكم المباراه المدرب العقوبه في سوء السلوك نعم العقوبه في سوء السلوك من حكم المباراة مثل العقوبة في خطأ عادي صحيح بسلطان اليوم نحن ما نعرف الخطأ يا سلام أنا هذا اللي بقوله جميل فأنا لما شاهد الوصل أتكلم عن قيمة حارس مستقبل إذا كان يملك خطأ يملك المواصفات تساؤل جميل على فكرة أول سنة بس الخطأ أنا ما أعرفه هذه النقطة وحارس واعد وأعرفك نعم ونتمنى لك أكيد التوفيق لأن اليوم ما عندنا حراس كثار في جيل طالع ويبقى الثقة ويبقى أنك أوكي العقوب والتوجيه شيء جيد لكن ما أنهي اللاعب عسبت ممكن خطأ طيب بسيطة أو طيب شيء النقطة الثانية بعدين عجمان نروح النقطة الثانية اللي بتكلمها عن الوصل يعني اليوم أنا شاهد الوصل ما هو الوصل الأولاني هل استسلم الوصل ثلاث مباريات وتختم موسمك ببطولة غالية يعني الوصل قدم اليوم موسم خلنا نقول جيد لكن في النهاية تكلمت أنا من, من 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 أربع خمسة أسابيع أن اليوم على الأقل يجب أنك تقاتل على أحد البطولات أنت تشوفه مش بذيك النفسية القوية لكأس رئيس الدولة؟ لا اليوم أنا أشوف الوصل في كذا مباراة
ما بالوصل اللي كان ما يستسلم وعند الإصرار على التغيير وعلى اللعب حتى آخر. ممكن في كيس صاحب سمو رئيس دولة بش نشوف الوصل بوجة يا أخي. أتمنى كيس تتعب ليش لأن الوصل أسلوبه يخدمه في 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 بطولة الكأس. طيب. الأسلوب اللي يلعب. الوقت يداهم. لكن الناحية النفسية والتدريب والإشارة اللي أنت تبعثها للآخرين من قبل المباريات اللي تلعبها في الدوري شيء مهم. نعم. بالنسبة لي أنا. عجمان. والله يعجبني عجمان. لكن ما يلزموش مثلا أنا شفت مثلا الكابتن أيمن الرمادي. أيمن الرمادي جالس هو زعلان كأنه زعلان. كان حزين. نعم. من حقه. قد يكون في أشياء في الملعب من الناحية الفنية لعيبة ما قاموا بدورهم الصحيح لكن أنا نقول له برافو عليك يا أيمن راك أخذت فريق مصعد السنة هذه وبقيته وبجدارة بقى لعيبة على مستوى راقي جدا حسب إمكانيات وضمنت بقائك من البداية أنا في الثالث جولة وكان مهزوم رابع جولة كله هزايم أربع مباريات وتقريب الثالث جولة ولا رابع جولة قلت له أنا الأداء على الأداء الأداء وتقريب أنت من مبشر بالخير باش تبقى في لا يعني بس على السريع والله ياسر ما عندي بسرعة أيمن الرمادي وإدارة عجمان تزعل من هذه المباراة ولا لا يمكن يمكن هو متضايق لأنه اشتغل في فترة التوقف أنه يكسب هالمباراة نعم معليش مش مشكلة ووصل للجول وفي شكل يعني تشوف أضيف على كابتن رضا اللي يميز عجمان أنه عنده أداء ثابت ممكن النتيجة في بعض المباريات ما قدمته لكن الأداء رغم النقصة في مباريات ناس خمسة وأربعة وثلاثة وتشكر إدارة عجمان أنها جددت للمدرب عطت الثغر لأن اليوم شاهدت جميل جميل شكرا يا صار بالنسبة أنا بسألك عن المدرب يعني اليوم شفنا طبعا في اللقاء الصحفي اللي كان في جريدة الخليج بالصحفي أجرى مع أروى بارينا مدرب نادي الوصل أيمن بشير يعطي الصحة والعافية على هذا اللقاء يعني في رسائل قاعد يوصلها أروى بارينا يعني قال أنا بعد ما ناقشت عقدي مع الوصل ومن حقي أبحث العقد الأفضل أنا أحتاج إجازة الآن طموح المركز الثالث يذهب إلى كأس رئيس الدولة تكلم عن أشياء كثيرة كل الأشياء كل هاي النقاط يتكلم عن تلخص كأن يودع الوصل أنا كنت أتمنى أن يضع رؤية لتطوير الفريق أكثر من يضع نفسه كتسويق في الصحافة اليوم اللقاء هو تسويق نفسه وكان واضح زين لكن اليوم وين هو خلال هذه الفترة في نزول مستوى الوصل لم يكن له يد لم يكن مؤثر في عودة الفصل الوصل عودة الوصل بأداء المميز بروح اللي شفناها اليوم أعتقد المدرب لا تأثير كبير في هبوط مستوى الفريق اللي قاعدين احنا الإصابات ما أثرت سلبا هذه الإصابات الأمور الثانية موجودة في الوصل في ظروف ولا آخر كلام لكن اليوم احنا نتكلم على أداء حتى اليوم لا زال أداءه مثل ما قال لك ياسر إذن وين هو عن تطوير أداء الفريق بدون ما يسوق نفسه أتمنى كان في المكسون بعد أيضا يسألون المدرب لأن احنا اليوم خلال يومين شفنا في المكسون لقاءات جيدة عبد الباسط وأكثر وش اسمه مال على طار المكسون على طار المكسون زين أنا بختم الحديث الآن وبشكر ضيوف الكرام على طار المكسون في نقطة نوصلها للجنة الدوري المحترفين أنا عن نفسي طحت في هذا الموقف أكثر من مرتين أو ثلاثة أنا ما بقول لكم الأسامي ما بقول لكم الأندية ولكن أنا متأكد مثل ما أنا قاعد أكلمكم على الهواء مباشرة يا ما وقفت وسكروا ليتات النادي وأنا دخلت غرف الملابس وما شفت ولا لاعب أنا قبل تنتهي أحد المباريات كان في لغط على لاعب إنه بينتقل لنادي آخر واللاعب كان في الملعب آخر خمس دقائق قلت حق زميلي منذر خذ أنت اللقاءات الفلاش سبوت أنا بروح في الميكزون أنا اللاعب هذا ما شفته ليه ما سكروا ليتات النادي بغيت أسوي معاه لقاء أنا ما أقول لك يطلع من مكان ثاني يمكن ما شفته بس مستحيل انا اقول لكم هذا اللي صار نتمنى ايضا هاي النقطه طبعا لجنة دوري المحترفين دائما وهم منضبطين في كل الامور سواء في الغرامات او في مراعاه كل هذه الامور ما يخص بلجنه الدوري المحترفين ولكن صارت معانا اكثر من ساعات نوقف حتى الامن يتركون النادي واحنا بعدنا نتري اللاعب وما نشوفه هو ظهر من مكان ثاني هذا أنا متأكد منه وصار لي أكثر من موقف نتمنى مراعاة هذا الشيء لأن احنا بعد من حقنا نوصل للجمهور نرجع عن التساؤلات اللي يصيرونها كابتن يوسف حسين كابتن رضا براوي شكرا جزيلا لكم رياض ذوادي ياسر سالم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لأنه دورينا لا يمكن التكهن بأي نتيجة
ولا يمكن توقع ما يحدث لأنه دورينا دوري الإثارة، دائما ما تكون حاضرة الإثارة حتى الرمق الأخير. عموما نحن نترقب لحظة بلحظة موعدنا يتجدد في الجولة 21. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، مع السلامة.